السلام عليكم يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كلكم، وإن شاء الله تكون دراستكم ماشية تمام للامتحان. بهذا الفيديو بدنا ندرس آخر موضوع من مواضيع الفارما للMSS واللي بيشمل محاضرتين، وهذا الموضوع بيحكي عن الديرماتولوجي أو الجلدية. موضوع الجلدية صراحة كتير مهم وكتير كبير، ورح تاخدوا عنه مادة كاملة بسنة رابعة. فاليوم إحنا ما رح نقدر نغطيه كامل، بس اليوم رح نمسك من أهم الأشياء اللي لازم تعرفوها بالجلدية ونحكي عن كل موضوع شوية. فرح تلاحظوا إن اليوم حنحكي كتير مواضيع، بس من كل موضوع فينا التوفة، وبعدين ننطلق للموضوع اللي بعده. تمام، إن شاء الله تكون محاضرة سهلة ولطيفة عليكم. يلا خلينا نبلش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خلينا نحكي تعريف كتير مهم، أو ندخل على introduction. أول إشي لو بدكم تفكروا تعالجوا أي إشي بالجلدية، شو أول إشي بتفكروا فيه، أو شو الطريقة اللي بتفكروا تعالجوا فيها؟ هل بتفكروا بالإبر، ولا بتفكروا أوريلي، ولا بتفكروا topically؟ أكيد حيخطر عبالكم إنه إنكم تعالجوا أمراض الجلدية بالtopical route، كريمات، غيره من هاي الأشياء اللي هي مفيدة للجلدية. فأحسن روت بالحياة لعلاج السكن ديزيزز هو التوبيكال روت. تمام، هل هو دايما بيزبط؟ لا، أكيد مو دايما بيزبط، لأنه مرات إحنا بيكون عندنا سيستميك ديزيز، مرات بيكون عندنا سيفير ديزيز، فمنضطر إن إحنا نعطي دواء سيستميك، لكن هو أحسن روت. طب ليش أحسن إشي إني أعطي الأدوية كريمات أو توبيكالي بدل ما أعطيها بالفم أو غيره؟ أول إشي درسنا كتير بالفارماكوكاينتكس والفارماكوداينامكس، كيف إحنا لما نعطي الدواء سيستميك الدواء رح يوصل لكل الجسم، صح؟ فإذا أنا عطيته توبيكال ما رح يوصل إلا للمنطقة اللي فيها مشكلة، وهذا الإشي كتير كويس، رح يخلي العلاج تبعي فوكس، صح؟ أكتر. شو كمان شغلات بتحسوها كويسة بالتوبيكال روت؟ كمان أشياء منيحة إنه السايد إفكتس رح تكون أقل، صح؟ زائد إنه أنا قاعدة عم بوصل للليجن اللي أنا بدي أعالجها، عم بحط عليها الدواء بإيدي، تمام؟ لأنه فعليا أنا عم بحكي هون عن جلدية، فأنا أي مشكلة على الجلد بقدر أمسكها، بقدر أحط عليها الدواء، فمعناته أحسن روت هو التوبيكال روت، السايد إفكتس تبعته أقل، والإفكتيفنس تبعته أعلى، لأنه وصوله للدواء أكتر، وبالتالي أنا بقدر إني أستفيد من الدواء 100% تقريبا يعني، تمام؟ حلو. طيب من إيش مكون التوبيكال روت؟ يعني أنا من إيش مكون هذا الروت اللي أنا بعطي فيه الأدوية؟ هلا أنا بالعادة رح يكون عندي إشي بيحمل الدواء زائد الأكتيف إنجريدينت تبع الدواء نفسه. الإشي اللي بيحمل الدواء بسميه الفيكل، يعني زي كأنه سيارة أو باص حامل هذا الدواء لإلي. إيش ممكن يكون الفيكل هذا؟ ممكن هذا الفيكل يكون جل، ممكن هذا الفيكل يكون سبراي مثلا برشه على الليجن، ممكن يكون هذا الفيكل كريم طبيعي أو أوينتمنت معينة أو غيره، صح؟ كل هدول بحكي عنهم فيكلز، وهم بيكونوا حاملين الدواء تبعي بالأكتيف إنجريدينت تبعه. تمام، إذا التوبيكال الروت هو أحسن روت ومكون من active ingredients زائد vehicle حامل هذا الدواء. تمام، طيب في شغلتين بدياكم تفهموهم بيأثروا كتير على موضوع البيو افيلابيليتي وعلى الثيرابيوتيك افكت تبعت الدواء. هما بس شغلتين، شو هم هدول الشغلتين؟ أول شغلة هي شو الإشي أو شو الفيكل اللي أنت بتستخدمها، هل بيأثر؟ يس بيأثر كتير، هلا بحكي لكم كيف. تاني إشي شو طريقة وضعك للدواء. تمام، هدول التنين بيأثروا بالثيرابيوتيك افكت تبعت الدواء، وحتى بيأثروا بوصوله للجسم أو البيو افيلابيلتي تبعته. خلينا أول إشي نشرح موضوع الفيكل أو موضوع الكارير، واللي هو الكريم أو الأوينتمنت أو الشغلة المعينة اللي محطوط فيها الدواء، واللي أنا من خلالها رح أحط الدواء. طبعا بيقولكم مثلا هاي الفيكل ممكن أجيب كريم، وهذا الكريم ممكن يكون أويل بيست، ممكن يكون في زيت أكتر يعني، ممكن يكون ووتر بيست في مية أكتر. متذكرين شو الفرق بين الأويل والووتر؟ الفرق بين الأويل والووتر إنه الووتر هو بولر، صح؟ أما الأويل هو نان بولر. فإذا أنا بدي إشي يدخل للجسم ويعمل penetration، بدي إشي بولر ولا نان بولر؟ لا، بدي إشي نان بولر. معناته الأويل بيست ميديكيشنز عندهم اختراق أحسن، better bioavailability و better effectiveness من الووتر بيست ميديكيشنز. هذا مثال كتير بسيط على كيف نوع الدواء أو نوع الفيكل اللي أنت بتستخدمها ممكن أنها تأثر كتير على الدواء تبعك. تمام، فأول المثال الوحيد اللي بدياكم تعرفوه إنه إذا كان هذا الكريم فيه أويل، معناته الأويل هو قادر أكتر على اختراق الجسم، معناته البيو availability والpenetration تبعته والإفكتيفنس أحسن من الووتر بيست ميديكيشنز. فإحنا بالعادة بنفضل الأدوية اللي بيكون فيها زيت أكتر من مية. تمام، عرفتوا هالقلق. تاني إشي المود أوف أبليكيشن، كيف أنا بحط الدواء. هلأ ممكن أحط الدواء على شكل كريم طبيعي، واللي هي صراحة معظم الأدوية. ممكن أحط الدواء على شكل باتش. إيش يعني باتش؟ الباتش أو الترانسديرمال باتش هي عبارة عن لزقة أنا بحطها على الجلد، وهاي اللزقة بتضل فترة طويلة عليه يعني، وكل فترة بتطلع كمية من الدواء، هاي اسمها ترانسديرمال باتش. هلأ إيش الفرق بينها
وبين اني انا احط الدواء ككريم عادي. لما احط الدواء ككريم الدواء بس بيشتغل بالفتره او يعني بضل طول ما هو على الجلد بيعطيني افكت صح، ممكن يعطيني بس مثلا افكت وقت ما احطه ووقت ما يتم امتصاصه. اما الترانسديرمال باتش فبتضل فتره طويله على الجلد وكل فتره بتضل تطلع كمان كميه من الدواء. تمام، فبيقولكم مثلا الترانسديرمال باتش از ريليزد اوفر ا بلونج تايم، على وقت طويل، وهذا الاشي بيخلي الافكت تبعتها اطول من الكريمز بشكل عام. تمام، هذا الحكي صراحه بكفي انكم تفهموا الامثله تاعته، بكفي انكم تفهموا فهم وبس، يعني والله عن جد هيك وإشي لطيف، بس ضروري انكم تكونوا عارفينه بموضوع الترماتولوجي. كمان شغله بدي اياكم تكونوا عارفينها، هي قاعده عامه بحبوها دكاتره الدرماتولوجي. شو هاي القاعده بتقول؟ هاي القاعده بتقولكم ويت اون ويت واويل اون دراي. ايش يعني ويت اون ويت واويل اون دراي؟ هلا في احنا عندنا الليجنز او المشاكل تاعت الجلديه بنقسمها لاكيوت ليجنز وكرونيك ليجنز. الاكيوت اللي هي بتكون صارت خلال فتره قصيره من الزمن، بتكون بالعاده فيها عمل، فيها بس، فيها سكريشنز، بتكون مرات حمراء ملتهبه او غيره. اما الكرونيك ليجنز بالعاده بتكون قديمه ومقشره ولونها غامق وغيره من هاي الاشياء. تمام، فشو القاعده بتقول؟ القاعده بتقول لما يكون عندك اكيوت ليجن حط لها ووتر بيست ميديكيشن، حط لها دواء اساسه مي. تمام، ولما يكون عندك كرونيك ليجن حط لها اويل بيست ميديكيشن. تمام، فهيك القاعده بتقول ويت اون ويت واويل اون دراي. تمام، حلوه هي بس انه هيك اعرفوها. اوكي طيب حلو، هون بس كنت كاتبت لكم بهذا البوكس الصغير انه سيستم كروت برضو مهم وبيفيدنا بحالات السيفير كيسز او بحالات اللي ما في استجابه للدواء وقتها بستفيد من السيستم كروت. تمام، طيب قبل ما ندخل على الادويه بدنا نحكي عن موضوع الثيرابيوتيك افيكاسي واللي هو الفاعليه تبعت الدواء تبع الجلديه، وهي الفاعليه تبعت الدواء بتختلف حسب كتير عوامل رح نحكي عنها هلا. تمام، عندنا تقريبا 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7. تمام، وهم اشياء لطيفه وهلا رح نفهمهم بسهوله شديده، يعني تمام ما بغلبوا ابدا. اول شيء الريجنال فاريشن. ايش يعني ريجنال فاريشن؟ يعني يا جماعه الدواء بياثر بناء على وين المنطقه اللي انا حطيت فيها الدواء، او هذا الشيء بياثر على الافكتيفنس تبعت الدواء. فمثلا لو انا حطيت الدواء بمكان في ثيكر سكن لاير، يعني مناطق خشنه الجلد تبعها، مثل مين؟ مثل البالمز والسولز واللي هم باطن اليد وباطن الاجر، هدول بيكونوا دائما اخشن من باقي المناطق في الجسم، وقتها رح يكون عندي less penetration وبالتالي الدواء ما رح يوصل كويس، فبحتاج اني اعمل more frequent application من الاماكن التانية. معناته مكان او الريجن اللي انا بحط فيها الدواء بتأثر بقديش انا الثيرابيوتيك افيكاسي تبعته. اذا كانت منطقة thick مثل البالمز والسولز معناته الثيرابيوتيك افيكاسي اقل، معناته انا مضطرة انه اعطي الدواء more frequently. تمام، هاي اول شغلة ومفهوم كتير صح. تاني شغلة هي الconcentration تبع الدواء، كل ما زاد تركيز الدواء شو رح يصير بالإفكاسي تبعته؟ أكيد رح تزيد. رقم ثلاثة البرميابيليتي تبعت الدواء. إيش يعني برميابيليتي؟ برميابيليتي يعني قدرته على الاختراق والوصول للمكان اللي فيه ليجن. مين اللي عنده بيتر برميابيليتي؟ الأويل بيست ميديكيشن ولا الووتر بيست؟ الأويل بيست لأنه نون بولر زي ما حكينا. رقم أربعة هو الأكلوجن. إيش يعني أكلوجن؟ أكلوجن بالعربي يعني إشي مسكر. هلأ إحنا بالعادة لما بدنا الدواء يطول وياخد الإفكت الممتازة تبعته، تعرفوا شو ممكن أو ممكن عمركم سمعتوا بهذا الاشي؟ انه منروح منلف الايد او منلف الاجر او المناطق اللي فيها ليجنز، عادة بلفوها ممكن زي هيك او بورق نايلون او غيره، هذا الاشي بيخلي الدواء يضل بنفس المكان ويعطي بيتر بنتريشن. فكل ما انا عملت اوكلوجن اكتر معناته انا رح اخلي الافكتيفنس تبعت الدواء اعلى. تمام، اذا كل ما زاد الكونسنتريشن هتزيد الافكاسي، كل ما زادت البرميابيليتي وزاد الاوكلوجن رح تزيد الافكاسي. رقم خمسة الفريكونسي. الفريكونسي واللي هي عدد المرات اللي انا بحط فيها الدواء، والمنطق بيقول انه كل ما حطيت الدواء اكثر رح تكون الافكاسي اعلى طبعا. تمام، الايج اند هيلث اوف ذا سكن واللي هو نوع البشره تبعت الانسان. هلا لو جبتوا حدا شباب يعني وحدا كبير كتير بالعمر، مين بيستفيد من الدواء اكثر؟ الحد اللي شباب. ليه؟ لانه بتكون البشره تاعته احسن، بتكون يعني رطبه اكثر، ما فيها تجاعيد، وحتى بقول لكم بشكل عام البشره المرطبه بتكون الدواء افكتيف عليها اكثر من الدراي سكن. تمام، ليه؟ لانه هذا الشيء بيعطينا بيتر absorption.
فبشكل عام اعرفوا انه السكن احسن انها تكون مرطبة لما نحط عليها الدواء، عشان هذا الاشي بخلي الافكاسي اعلى. اخر اشي هي شغلات لازم ناخدها بعين الاعتبار لما ننقي الفيكل. ليه انا حطيتها كعامل من العوامل؟ لانه الفيكل اكيد بتأثر على الثيرابيوتيك افكاسي، فعشان هيك حبيت احطها كعامل من العوامل اللي بتأثر على الثيرابيوتيك افكاسي. شو هي الشغلات هاي؟ طلعوا انتو جبتوا كريم، تمام؟ شو الاشياء اللي بتفكروا فيها لما تصنعوا دواء ويكون بدكم اياه يكون كتير كويس؟ اول اشي بدكم الايجنت اللي استخدمته سواء الكريم او غيره يكون ستيبل. ايش يعني يكون ستيبل؟ يعني يكون قادر على انه يحافظ على الاكتف فورم تبع الدواء. اذا كان هذا الفيكل انستيبل، يعني مثلا على حرارة عالية بخرب، هذا انستيبل لانه على حرارة عالية حيبطل الدواء فعال، تمام؟ او على مثلا ظروف معينة رح يخرب. فاول اشي بفكر فيه هو الاستابيليتي. ايش يعني الاستابيليتي؟ يعني قابليته انه يحافظ على الاكتف فورم تبعه. تاني اشي الفيزيكال والكيميكال انتراكشنز بالسكن. في ادوية ممكن هتأثر على البشرة او تعمل معاها انتراكشنز، فهذا الاشي لازم برضو اخده بعين الاعتبار. رقم ثلاثة السوليوبيليتي واللي هي الذائبية تبعته. كل ما كان مور سوليوبل معناته هذا الحكي انه عنده بيتر بنتريشن وبيتر افكتفنس. رقم اربعة الريت اوف ريليس واللي هي قديش السرعة اللي بعمل فيها ريليز. وهي بالعادة متى بتفيدني أكتر؟ لما أفكر بالترانسديرمال باتش واللي هي كل فترة بتطلع دواء، كل فترة بتطلع دواء، فأنا بفكر بالريت أوف ريليز لهذا الدواء. وآخر إشي القدرة تبعت هذا الفيكل تو هايدريت ذا سكن. بالعادة هم لما يجوا يعطوا كريم أو دواء، بالعادة طبعا أنا بحكي معكم وفي قدامي أوينتمنت تبعت لفيوسيدين نفسي أفرجكم إياها وأشرح لكم عليها، بس يعني مش معنا ما عندنا فيديو. أوكي، إشي الأخير اللي بفكر فيه هو قدرة هذا الدواء على إنه يعمل الهايدريشن للسكن، يعني رطب البشرة اللي أنا قاعدة عم بحط عليها الدواء، تمام؟ لأنه كل ما كان بالعادة هما شو بيعملوا؟ بيحطوا بالكريم نفسه مرطب علشان يزيد الإفكاسي تاعت الدواء، تمام؟ فهاي أشياء بناخدها بعين الاعتبار لما نفكر بالفيكل اللي إحنا بنستخدمها، تمام؟ إذا يلا بسرعة خلينا هيك نحكي كل إشي حكيناه بسرعة، لأنه حاسة حكينا كتير أشياء بس كلها بسيطة وتنفهم بسرعة. أول إشي شو حكينا؟ أول إشي حكينا بالجلدية، إحنا بنحب التوبيكال رود. ليش بنحب التوبيكال رود؟ لأنه هو فعلياً أرخص، هو أصلاً مش أرخص يا ربي شماني، فعلياً عنده سايد إفكتس أقل وعنده إفكاسي أعلى، لأنه بوصل للمكان اللي أنا بدي إياه وما بيأثر على مكان تاني بالجسم، تمام؟ هاي نمبر 1 حكينا عنه. تاني إشي حكينا عنه، حكينا البيو أفيلابيليتي مهمة جداً واللي هي وصول الدواء. بناءً على شو أو على شو بتعتمد؟ على شغلتين، على نوع الفيكل اللي بستخدمها وعلى الطريقة اللي بحط فيها الدواء. قلنا إذا كان هذا الفيكل أويل بيست بيكون أحسن من ووتر بيست. وبعدين حكينا إذا كانت أنت ترانستيرمال باتش بتكون بتطول أكثر من الأوينتمنت عادي، تمام؟ بعدين شو حكينا؟ حكينا قاعدة عامة، قلنا استخدم wet on wet و dry on oil on dry. حكينا إذا كان عندك acute lesion استخدم لها water based medication، وإذا كان عندك chronic lesion استخدم لها oil based medication. آخر إشي حكينا عنه هو شو الشغلات اللي بتعتمد عليها الفاعلية تبعت هذا الدواء. أول إشي حكينا المكان اللي إحنا بنحط فيه هذا الدواء واللي سميناه بالregional variation، وقلنا كل ما كان هذا المكان thicker زي البالمز والسولز هذا الحكي بيخلي الفاعلية تاعت الدواء أقل، تمام؟ تاني إشي الدراج كونسنتريشن، تالت إشي البرميابيليتي، ورابع إشي الأكلوجن، وخامس إشي الفريكونسي. هدول كلهم كل ما زادوا رح تزيد الفاعلية تاعت الدواء. بعدين حكينا عن البشرة نفسها، قلنا كل ما كانت البشرة مرطبة أكتر هذا الحكي معناته إنه الإفكاسي تاعت الدواء رح تكون أحسن. وآخر شي حكينا عنه هو نوع الفيكل واللي بيأثر كتير بالفاعلية تاعت الدواء. شو الأشياء اللي منفكر فيها لما ننقي فيكل؟ أول إشي قديش هي ستيبل يعني ما بتتفكك، ثاني إشي قديش هي سوليوبل يعني قديش بتدوب، ثالث إشي قديش هي الانتراكشنز تاعتها مع السكن نفسها، زائد إنها هي الريت أوف ريليس تبعها، وآخر إشي قدرتها على إنها ترطب البشرة، لأنه ترطيب البشرة هو إشي بيزيد فعالية الدواء، تمام؟ هذا كل إشي عن المقدمة اللي حكيناها بخصوص الدرماتولوجي. هلأ قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نحكي عن أول موضوع من مواضيع الدرماتولوجي واللي صراحة بيهمنا جميعا جميعا جميعا، واللي هو موضوع الأكني. ومتأكدة إن عندكم خلفية منيحة عنه خصوصا البنات، لأنه إحنا كتير هيك منفكر بالحب ونحكي عنه وغيره. فهذا أول موضوع اللي حنحكي عنه واللي هو موضوع الأكني، تمام؟ أو موضوع الحب الشباب بالعربي أو غيره. هلأ الأكني هو عبارة عن very common disease، كتير كتير بيصير للناس. بالعادة بيصير على الفيس والترنك والأبر ترنك، يعني بيصير على الوجه، على الرقبة مثلا، على الأبر بارت أوف ذا تشست أو غيره، أو على الكتف. بالعادة يعني بيصير بهاي المناطق. وإت بيكس آت بيوبرتي، بزيد 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 في سن البلوغ. ليش بيزيد في البيوبرتي؟ لأنه إحنا بالبيوبرتي بيصير عندنا أندروجينز أكتر، تمام؟ والأندروجينز بتزيد إفراز السيبم،
اللي هو الإفرازات الدهنية تاعت البشرة. فإحنا عند البلوغ بتزيد عنا هاي الإفرازات، فبتصير نسبة إنه يصير عنا حبوب أكتر. وهلأ بفهمكم أكتر كيف بيصير الحب، تمام؟ طبعًا الحبوب كتير إلها الأكني، سوري الأكني إله كتير أشكال. فمثلًا تعالوا أفرجيكم الأشكال تاعت الحبوب. عندكم الوايت هيدز واللي هي الرؤوس البيضاء، وعندكم البلاك هيدز واللي هي الرؤوس السوداء. شو الفرق بين الوايت هيدز والبلاك هيدز؟ إنه الوايت هيدز هم فتحة بس مفتوحة، تمام، ومجمع فيها سيبم، أما البلاك هيد بتكون مسكرة. فالوايت هيد بحكي عنها open كوميدون، والبلاك هيد بحكي عنها closed كوميدون، تمام؟ تذكروا لما أحكي لكم كوميدون يعني رؤوس سوداء أو بيضاء، تمام؟ بس بالعادة إحنا بنستخدمها للرؤوس السوداء. في عندكم كمان السكارز واللي هي الآثار اللي بيتركها الحب لما يروح. عندكم كمان البابيولز واللي هي بتكون عبارة عن ارتفاع لونه أحمر بس مو مليان بس. وعندكم البستيول واللي هي بتكون مليانة بس أو مليانة عمل. وعندكم النوديول واللي هي بتكون حافرة شوي لجوا. كلها هاي عبارة عن أشكال الحب، تمام؟ طبعاً بسنة رابعة رح تاخذوا الجلدية ورح تشوفوا إنه كيف إحنا بنقسم الحب لمايلد ومودرت وسيفير. لما يكون مايلد الحب بيكون بس عبارة عن كوميدونز، يعني عن وايت هيدز وبلاك هيدز وما بيكون في سكارز. لما يكون مودرت بيكون في بستيولز وبابيولز وغيره بس ما بيكون في سكارينج. ولما يكون سيفير بيكون في سكارينج وبيكون في نوديولز وغيره من هاي الأشياء، تمام؟ فهيك إحنا بنقسم الحب مش بناء على كميته، بناء على هو شو بيحتوي أو إيش في أشياء، تمام؟ هون بس قاعد عم بحكي لكم شو هم الكوميدونز. بقول لكم إنه الكوميدونز هم عبارة عن هير فوليكلز مسكرين. بإيش مسكرين؟ مسكرين بالكيراتينوسايت اللي هي الخلايا اللي على الجلد، أو بالسيبم اللي هو الإشي هذا الإفرازات تاعت الجلد، تمام؟ إذا كانت مسكرة بحكي عنها بلاك هيد، وإذا كانت مفتوحة بحكي عنها وايت هيد، تمام؟ طيب كيف بتصير الحبوب؟ هلأ يا جماعة الحبوب بتصير بمجموعة عوامل، يعني مش اشي واحد اللي بيعمل حب الشباب. في اربع شغلات بتعمل الحبوب لازم تكونوا عارفينها. تعالوا افهمكم اياها اكتر. هلأ احنا عنا الطبقة العلوية من الجلد. هلأ الطبقة العلوية من الجلد فيها كيراتينوسايت، تمام؟ هلأ بالعادة احنا بشكل طبيعي رب العالمين بيخلي خلايا تتجدد وخلايا تموت، صح؟ هلأ شو الاشي اللي بيصير وبيخلي حب الشباب يزيد؟ انه الخلايا اللي قاعدة عم تتجدد اكتر من الخلايا اللي قاعدة بتموت. فبتجمع طبقة من الخلايا على الجلد، على سطح الجلد، أو ما بصير في تسكواميشن أو ما بتروح الخلايا الميتة، فبتجمع قاعدة على سطح الجلد وبتسكر المسامات، تمام؟ فأول إشي أو أول سبب لحب الشباب هو الأبنورمال كيراتينيزيشن، واللي هو عبارة عن إنه في كتير بروليفريشن، في كتير خلايا عم تتجدد بس ليتل تسكواميشن، يعني قليل الخلايا اللي قاعدة بتروح. هذا أول سبب. تاني سبب هو زيادة إفراز السيبم واللي هو هذا السائل الأصفر الدهني اللي بنفرز في الجلد. هلأ هذا رب العالمين خلق لنا إياه عشان يرطب الجلد، بس إذا زاد عن حده، زائد إذا تسكرت الفتحة اللي بيطلع منها رح يتراكم ويعمل حبة. فهذا تاني سبب واللي هو زيادة السيبم. ثالث سبب هي بكتيريا مشهور جدا إنكم لازم تكونوا عارفينها، اسمها البروبيوني بكتيريوم آكني. ومن اسمها آكني أصلا فيها كلمة آكني. هاي البكتيريا بتسكر المسامات وبتزيد تجمع السيبم وبتخليه يتجمع بمنطقة ويلتهب وبتعمل حبوب. وآخر إشي الالتهاب أو الانفلاماتوري ريسبونس بشكل عام بزيد الحب، تمام؟ هلأ هم ما بيجي واحد منهم لحاله، بيجوا كلهم مع بعض أو ثلاثة منهم أو غيره بيشاركوا وبيزيدوا كمية الحبوب أو بيعملوا لنا حب، تمام؟ فأول إشي الأبنورمال كيراتينيزيشن، تاني إشي زيادة السيبم، ثالث إشي البروبيوني بكتيريوم آكني، وآخر إشي الانفلاميشن. هلأ لما إحنا بالعادة نيجي هيك ندرس باثولوجي معين وندرس كيف نعالجه، كيف منفكر؟ منفكر كيف نعكس كل واحد من أسباب الحبوب. عشان هيك ما رح تلاقوا إنه الدواء الحب الشباب له دواء واحد، حب الشباب له كتير أدوية. السبب إنه في كتير ميكانيزمز بتعمله وفي كتير أدوية بتخليه يتحسن، تمام؟ فإيش هي الطريقة اللي إحنا منفكر فيها لما نيجي نعالج الأكني؟ أول إشي أنا عندي كتير كيراتينيزيشن، I want to normalize the keratinization، بدي أتخلص من مشكلة زيادة الكيراتينيزيشن. تاني إشي أنا عندي كتير سيبم، بدي أقلل كمية السيبم أو to reduce sebum production. ثالث إشي أنا عندي بروبيوني بكتيريوم أكني، هل بقدر أعطي أنتيبيوتيك معناته للحبوب؟ يس بقدر، لأنه البكتيريا مشاركة في الباثولوجي تاعت الحبوب، معناته من المنطق أني بقدر أعطي أنتيبيوتيكس عشان أعالجها. وآخر إشي في عندي إنفلاميشن، بقدر أعطي أدوية أنتي إنفلاماتوري؟ يس بقدر أعطي أدوية أنتي إنفلاماتوري لأنه في إنفلاميشن، تمام؟ فهدول هم الأربع أشياء اللي أنا بفكر فيهم لما أجي أعالج حب الشباب. وهلأ لما أدرسكم الأدوية اللي رح ناخدها رح تلاحظوا أنه هاي الأدوية عن جد قاعدة عم تستهدف واحد من هدول الأربع ميكانيزمز اللي بيصير فيهم حب شباب، تمام؟ أو الأكني. طيب قبل ما
أدخلكم على الأدوية بدي أروح لكم عن نيمونيك اللي عملتها بالصفحة هاي، واللي بتحكي كل إشي عن الأكني فولكارس. بتقولكم هو اسمه الأكني فولكارس اسمه الكامل يعني. بتقولكم إن إحنا كيف منعالج الحب؟ تذكروا معي هاي الجملة، الجملة فيها كلمة حب عشان بسرعة تتذكروا نيمونيك بالامتحان، لأنه بعرف مرات الواحد بتغلب حتى وهو يتذكر الجملة اللي بحفظ فيها الدواء. فأتسكر فهيك حبيت أحطها لها علاقة بالحبوب. شو بتقول الجملة؟ بتقول acne breakouts are so annoying right. الأكني breakouts لما الواحد ينفجر بوجهه حب هو إشي كتير مزعج صح؟ طيب أول إشي بي stands for benzoyl peroxide تمام؟ طبعا رتبت لكم إياهم بالجملة نفسها، احفظوا ترتيب الجملة بتصيروا حافظينهم from mild to severe. يعني أول إشي اللي بيجي أول إشي هو اللي بنستخدمه للحب الخفيف للمايلد أكني، اللي بيجي آخر إشي هو اللي بنستخدمه للسيفير أكني. فأول واحد هو البنزويل بيروكسايد واللي بستخدمه للمايلد to moderate أكني اللي حتى ما في التهاب. فتذكروا إنه إجا أول واحد وبالتالي هو يستخدم للمايلد أكني. فأول إشي أكني بريك أوتس بي فور بنزويل بيروكسايد واللي بيستخدم للمايلد to moderate أكني. بعدين عنا سو واللي هو الساليسيليك أسيد. الساليسيليك أسيد برضو بيستخدم للمايلد أكني زيه زي البنزويل بيروكسايد. صراحة لو بدكم تنسوا كل شيء بالامتحان وتتذكروا إشي بديكم تتذكروا مين للمايلد مين للإنفلاماتوري مين للسيفير، هذا أكتر إشي بحس الدكتور ممكن هتسأل عنه بالامتحان تمام. فأول إشي عنا البنزويل بيروكسايد واللي بستخدمه من المايلد للمودريت أكني اللي حتى ما في إنفلاميشن. بعدين الساليسيليك أسيد واللي برضو بستخدمه للمايلد أكني. بعدين حرف الـ A stands for الانتيبيوتكس والأزيليك أسيد. الانتيبيوتكس هم التنين هي والأزيليك أسيد بستخدمهم للأكني اللي فيه التهاب اللي فيه إنفلاميشن. فتذكروا التنين اللي بحرف الـ A بستخدمهم للإنفلاماتوري أكني تمام. فالانتيبيوتكس بستخدمها للمودريت تو سيفير أكني اللي هو الأكني الوسط أو الأكني الشديد اللي معاه إنفلاماتوري ليجنز. والأزيليك أسيد برضو بستخدمه للمايلد تو مودريت إنفلاماتوري أكني تمام. فهم التنين بستخدمهم للإنفلاماتوري أكني للإشي اللي فيه التهابات، ومن المنطق أني أستخدم الأنتيبيوتكس لإشي فيه إنفلاميشن صح؟ طيب شو هي الأدوية اللي بستخدمها؟ في عندي أدوية بعطيها كريم وفي عندي أدوية باخدها حبوب. متى بفكر أعطي كريم ومتى بفكر أخذ حبوب؟ بفكر أخذ حبوب لما يكون الأكني شدته أعلى، ومتى بفكر أعطي كريم لما يكون الأكني بسيط. صراحة من أشهر الكريمات اللي كلنا بناخدها وهي قاعدة قدامي على المكتب هو الفيوسيدين تمام. الفيوسيدين مش عارف ليش مش حاطينه هون اللي هو الفيوسيديك أسيد، هذا إحنا دائما بنضل نحطه للحبوب صح. إيش في كمان شغلات بيقولكم من توبيكال كريمز أو الأورال كريمز، احفظوا ان هم مايسينز وسايكلينز. عندكم الاريثرومايسين والكليندامايسين والتتراسايكلين. اما بالنسبه للاورال فبنستخدم دوكسيسايكلين او مينوسايكلين او تتراسايكلين او اريثرومايسين زي بعض على فكره. تذكروا مايسينز وسايكلينز تمام عشان تكون سهله عليكم بالامتحان. من هاي العيله يعني من عيله المايسينز وعيله السايكلينز بستخدمهم كانتي بايوتكس للاكني تمام. بعدين عندي كلمه رايت واللي اخر كلمه واللي بستخدم فيها الريتينويدز. الريتينويدز هم فيتامين اي ديريفيتيف، يعني هم أدوية جايين من الفيتامين A. ولاحظوا أن الفيتامين A عنده قدرة رهيبة على تثبيط الكيراتينيزيشن وعلى تقليل الانفلاميشن، يعني الفيتامين A جدا 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 رائع في علاج الأكني تمام. فالريتينويدز اللي هم بتعرفوا زي مين، زي إذا حدا فيكم بيعرفه في دواء اسمه الريوكتان، إذا حدا بيعرفه هذا دواء بياخدوه الناس اللي عندهم سيفير أكني بشرتهم بتصير بتجنن بعديها. هذا اسمه بالعلمي هو الايزوتريتينوين ورح نحكي عنه اليوم. شوفوا هيو الايزوتريتينوين سيفير أكني تمام. عندكم كمان الأدابالين والدازرتين، هدول بنعطوه للإنفلاماتوري والكوميدون الأكني تمام. هدول إيش؟ هدول ريتينويدز تمام، أدابالين وتازرتين وأيزوتريتينوين تمام. كمان بري خلينا نعيدهم عشان نروح ندرسهم بالتفصيل. acne breakouts are so annoying. B for benzoyl peroxide, S for salicylic acid, A for antibiotics وأزيليك أسيد، و R for retinoids تمام. هاي الأدوية اللي نستخدمها للأكني، تعالوا نحفظها بسرعة بسرعة بسرعة. أول إشي رح نحكي عنه رح يكون جماعة الآر واللي هم أكتر إشي سيفير، اللي هم زي مش حكينا آر سو أنوينج رايت، الرايت اللي هم الريتينويدز تمام. الريتينويدز هم عبارة عن فيتامين A ديريفيتيف زي ما حكيت لكم قبل شوية، وبنقسمه لعائلتين، العائلة اللي هي الفيرست جينيريشن والثيرد جينيريشن. الفيرست جينيريشن اللي هو هذا الريوكتان أو الأيزوتريتينوين تمام، والثيرد جينيريشن هم الأدابالين والتازرتين تمام.
كمان طبعا الأدبالين والتازريتين بنعطيهم توبيكالي بنعطيهم كريم، اما الريوكتان انتم عارفين انه بنعطيه حب اللي هو الايزوتريتينوين بنعطيه اوريلي، تمام؟ فهذا اول فرق بينهم. ثاني شيء الأدبالين والتازريتين ما بعطيهم للسيفير اكني، بعطيهم للانفلاماتوري اكني زائد للناس اللي عندهم كوميدونز اللي عندهم رؤوس سوداء او بيضاء، بحب اعطيهم الأدبالين والتازريتين، تمام؟ فبعطيهم كحب كتوبيكالي زائد they are the first line therapy للكوميدونز والإنفلاماتوري أكني، لازم تحفظوها بصب. إذن الأدبالين والتازرتين بعطيهم first line للكوميدونز والإنفلاماتوري أكني وبعطيهم ككريم، أما بالنسبة للأيزوتريتينوين فبعطيه كحبوب. ويا جماعة لا تنسوا هاي المعلومة، الأيزوتريتينوين خطير جدا 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 جدا، ويمكن كتير سمعتوا عن الريوكتان قديه دواء سيء من ناحية السايد إفكتس تاعته، تمام؟ فالأيزوتريتينوين بيتاخد أوريلي بيتاخد حبة وهو last choice لإلنا بحالة كان إنا systemic و severe cystic acne، وقتها بفكر بالأيزوتريتينوين، تمام؟ فهو last choice لإلنا، تمام؟ ليه؟ لأنه هذا الدواء مليان side effects هلأ رح نحكي عنها، تمام؟ طيب شو هي side effects تاعت الريتينويدز؟ طبعا هاي side effects موجودة، موجودة سواء في الفيرست لاين أو في الثيرد لاين ريتينويدز، لكن إحنا بنشوفها بكثرة جدا في الأيزوتريتينوين أو الريوكتان. ليه بنشوفها بكثرة فيه؟ لأنه إحنا عم نعطيه اوريلي، عم نعطيه سيستميك وندخله على الجسم، فبيكون عنده سايد افكتس اكثر، تمام؟ بس قبل ما ندرس السايد افكتس بدنا ندرس شو بيعملوا الريتينويدز. الريتينويد زي ما قلت لكم اهم شيء تتذكروا انه هم فيتامين اي ديريفاتيفز، بيروحوا بيرتبطوا على الريتينويك اسيد ريسبتر، وبعد ما يرتبطوا على هذا الريسبتر بيروحوا بيزيدوا بعض الاشياء. شو هاي الاشياء اللي بيزيدوها؟ هاي الاشياء اللي بيزيدوها هي عباره عن باثوجينيك فاكتورز رح ياثروا فيها، ما بدنا نحكي بالتفاصيل، بس بالاخير بيكون عندهم هاي السايد افكتس او هاي الافكتس الكويسة. اول افكت كويسة انهم بكسروا الكوميدونز، تمام؟ فبسميهم عندهم كوميدوليتيك افكت، تمام؟ بكسروا الكوميدونز. تاني افكت انه عندهم انتي انفلاماتوري افكت. تالت افكت انهم بقللوا افراز السيبم and they decrease the sebum production. طبعا مش كلهم بيقدروا، بس الريوكتان اللي بيقدر يعمل هذا الاشي، بس الايزوتريتينوين، تمام؟ اما الثيرد لاين اللي هم الادابالين والدازوريتين ما بيقدروا يقللوا سيبم برودكشن. واخر اشي اميون فانكشن او وظيفة مناعية، تمام؟ اذا يلا ركزوا معي، انا عندي الريتينويدز اللي هم عبارة عن فيتامين اي ديريفاتيفز، شو هي الافكتس تبعتهم؟ كوميدوليتيك وانتي انفلاماتوري وديكريز سيبم برودكشن واميون فانكشن، يعني بيعملوا كل اشي بدكم اياه ليعالج الحبوب، عشان هيك هم كثير كثير فعالين. اما الايزوتريتينوين هو الوحيد اللي قادر على تقليل السيبم برودكشن، اما الثيرد جينيريشن غير قادرين على انهم يعملوا هذا الشيء، تمام؟ الثيرد جينيريشن اللي هم مين ومين؟ اللي هم ادابالين وتازوريتين واللي بنعطوا اوريلي للانفلاماتوري والكوميدونال اكني، تمام؟ اما الايزوتريتينوين فهو اورال وبينعطى للسيفير اكني اللي معاه سكارينج. نروح هلا على السايد افكتس تاعت الريتينويدز. اول شيء الريتينويدز بشكل عام، ياكم تتذكروا هذا الشيء، اول شيء بتعمل جفاف شديد، تمام؟ جفاف بكل مكان بدكم اياه، بتعمل دراي ايز، بتعمل دراي ميوكس ممبرينز، بتعمل دراينس وسكين بيلينج، وبتخلي البشره هيك اريتيتد. كل هاي الاشياء بتجفف الدنيا كلها، تمام؟ بتجفف البشره وبتجفف الميوكس ممبرينز وبتجفف العيون وكل شيء، تمام؟ ثاني شيء انها بتخلي الواحد ما يقدر يتحمل الشمس، تمام؟ وهذا الشيء شو بنسميه؟ بنسميه فوتو سنسيتيفيتي. فدائما بنصحوا الناس اللي بياخذوا هذا الدواء انه كتير 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 يحطوا واقي شمس باستمرار ويكثروا منه، حتى بيقولوا لهم انه حط بيت، يعني لازم تحط واقي شمس، تمام؟ طيب شو كمان؟ كمان المشكله بالايزوتريتينوين، لاحظوا انه بيعمل افكار انتحاريه، لاحظوا انه بيعمل اكتئاب، تمام؟ فبيعمل سويسايدل او سويسايدل اتمبتس، يعني جماعه مو مستاهل الواحد عشان بشرته يكتئب، تمام؟ واخر شيء انه هو كتير 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 مؤذي لوحدة حامل، كتير كتير بنخاف نعطي الايزوتريتينوين لوحدة بريجننت، لدرجه انه يعني اكثر شيء بتذكره صراحه لما داومت بعياده جلديه، انه كانت بس تدخل وحده بده الدكتور يعطيها ايزوتريتينوين، كان دائما يسالها انت متزوجه ولا لا، انت حامل ولا لا، واذا كانت متزوجه يقولها لا روحي اعملي فحص حمل، وكثير كثير يدققوا على هذا الشيء. فلا تنسوها ابدا من حياتكم انه الايزوتريتينوين از كونترا انديكيتد ان بريجننسي، تمام؟ ليه؟ لانه بيعمل كثير مشاكل للبيبي. واحكي لكم معلومه حلوه كمان بتفيدكم، هلا هو عباره عن فيتامين اي صح، فاصلا الماكولات اللي فيها فيتامين اي صاروا يمنعوا الحوامل انهم ياكلوها، لانها كثير كثير مؤذيه للبيبي وبتعمل بيرث ديفكتس ومشاكل للاطفال، تمام؟ فتذكروا
انه كتير منيح معلومة انه contraindicated in pregnancy. في شغلات لازم تعرفوها عن هذا الدواء، انه هذا الدواء ما بنعطى ببساطة، فقبل ما تعطيه بدك تعمل liver function test، تشوف الليفر function عند المريض تبعك. تاني اشي اذا عندك female، شو هو اذا مريض وحدة متجوزة وشي is in the child bearing age، يعني قادر انها تجيب babies، دير بالك بعد عنه، او بدها تاخده بس تاخد معاه oral contraceptives، يعني تاخد معاه موانع حمل عشان ما تحمل بفترة الكورس اللي بتاخد فيه هذا الدواء، من كتر ما هذا الدواء بيخوف ومضر للبيبي. تمام؟ فبقولكم avoid in females who are married وبالchild bearing age، او حتى اعطوهم oral contraceptives all throughout the treatment. واخر شيء بقولكم حتى بعد ما يخلصوا التريتمنت لازم ياخدوا على الاقل 6 شهور gap قبل ما يحملوا. تمام؟ فكتير هذا الدواء لازمه هيك حذر شديد في انه نعطي. تمام؟ طيب تاني شيء هو السليسيليك اسيد. السليسيليك اسيد شو حكينا؟ acne breakouts are so annoying. السليسيليك اسيد للمايلد acne. تمام؟ والبنزول بيريكسويد للمايلد to moderate acne with no inflammation. فهدول كتكوتين وبنعطوا للمايلد أكني. تمام؟ طبعا السليسيليك أسد ما حدا بيعرف ليش بيشتغل كتير، بس لاحظوا انه هو بيخرب الارتباط بين الكيراتينوسايت. تمام؟ هذا الحكي بيخليه قادر على انه يكسر الكيراتينوسايت، بيكون كيراتوليتك على هاي كونسنتريشن، يكون كمان كوميدوليتك يخرب الكوميدونز، وهذا اشي منيح. واخر اشي انه يكون عنده انتي انفلاماتوري افكت. تمام؟ شو السايد افكت تبعته؟ صراحة السايد افكت بتاعت السليسيليك أسد والبنزويل بيروكسويد وكل الشلة هاي وكل دواء بالجلدية بتكون دائما سكين اريتيشن وبصر شو. تمام؟ فلما تيجوا تنعجقوا باي دواء بالجلدية ويحكي لكم شو السايد افكت تبعته، يحكوا له سكين اريتيشن ومن هالحكي. تمام؟ فهو السايد افكت تبعته هي سكين بيلينج، بيخلي تقشير بالجلد، جفاف ولوكال اريتيشن. تمام؟ نفس البنزول بيروكسايد تماما، نفس السايد افكت تاعته. بالنسبه للبنزول بيروكسايد فهو بفتح المسامات، بيعمل اوبننج للبورز، وبيخلصنا من البكتيريا. كيف بيخلصنا من البكتيريا؟ عنده antiseptic effect انه it provides an oxygen rich environment. هلا في شغله لازم تعرفوها عن البروبيوني بكتيريوم اكني اللي بتعمل الحبوب، انه هاي البكتيريا هي بكتيريا anaerobic. تمام؟ فهي ما بتحب انها تعيش في بيئه فيها اكسجين، فهذا الدواء بيوفر لها oxygen rich environment وبالتالي بيقتلها وبيتخلص منها. تمام؟ حتى بيزيد الرياكتيف اوكسجين سبيشيز وبيخليها تموت اكثر. تمام؟ ركزوا معي، السليسيليك اسيد وبنزويل بيروكسايد التنين بنعطوا للمايلد اكني اللي ما في inflammation. تمام؟ الميكانيزم اوف اكشن للسليسيليك اسيد انه بفتح كوميدوليتك، بيشيل الكوميدونز، زائد عنده مايلد انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، زائد كيراتوليتك. تمام؟ اما بالنسبه للبنزويل بيروكسايد فعنده antiseptic effect، بيزيد الرياكتيف اوكسجين سبيشيز وبيوفر بيئه مليانه بالاكسجين لهاي البكتيريا، زائد انه بفتح المسامات. التنين عندهم نفس السايد افكتس واللي هم انهم بيعملوا اريتيشن، بيعملوا سكين بيلينج وغيره من هاي الاشياء. تمام؟ رقم 4 هو الأزيليك أسيد، ورقم 5 هو الأنتيبيوتكس. قلت لكم تذكروا إنه اللي بحرف الـ A بعطيهم للإنفلاماتوري أكني. تمام؟ للأكني اللي فيه إنفلاميشن. طبعاً الأزيليك أسيد ممكن دائماً بنعطى توبيكالي، هو والسليسيليك أسيد والبنزويل بيروكسايد كلهم بنعطوا توبيكالي. أما الأنتيبيوتكس فممكن أعطيها توبيكالي وممكن أعطيها أورالي. الأيزوترتينوين كيف بعطيه؟ بعطيه أورالي. طيب اللي قبله هذول جماعة التازوريتين بعطيهم توبيكالي. تمام؟ ففعلياً كلهم توبيكال ما عدا الايزوتريتينون والانتيبايوتكس اللي بتنعطى اورال. تمام؟ نروح على الازيليك اسيد. زي ما قلت لكم اللي بحرف الاي بنعطوا له المايلد تو مودريت انفلاماتوري اكني. تمام؟ طيب حلو، شو السايد افكتس تبعته؟ بما انه بنعطى للانفلاماتوري اكني معناته عنده ان انتي انفلاماتوري افكت، برضه بيقدر انه يؤذي البيوني بكتيريوم اكني، برضه عنده انتي كوميدوجينيك افكت وبيحسن الكيراتينايزيشن. فزي ما انتم شايفين الازيليك اسيد عنده 100 شغله كويسه، عشان هيك هو دواء كثير كويس. تمام؟ إذن عنده أنتي إنفلاماتوري، أنتي بكتيريال، أنتي كوميدوجينيك، ونورماليزز الكيراتينيزيشن. آخر إشي الأنتي بايوتكس. الأنتي بايوتكس زي ما قلنا قبل شوية ممكن إنها تنعطى توبيكالي وممكن إنها تنعطى أورالي. لإيش بعطي الأنتي بايوتكس؟ للمودريت تو سيفير إنفلاماتوري أكني، الأكني اللي بيكون فيه التهابات. وبالعادة أنا ما بعطي أنتي بايوتكس لحالها، بالعادة بخلطها مع شغلة تانية، بعطيها مع ريتينويدز أو بعطيها مع بنزويل بيروكسايد عشان يطلع عندي إفكت أحسن.
تمام. شو هي الأشياء اللي بتنعطى توبيكالي؟ عندكم جماعة المايسن والسايكلين، وفي واحد نسيت أحط لكم إياه بالرسمة اللي هو الدابسون. تمام، فعندكم التوبيكال اللي هم جماعة المايسن والسايكلين اللي هم الإريثرومايسن الكليندامايسن والتتراسايكلين، وعندكم هذا بليز ضيفوا للرسمة، أسف إني نسيته، اللي هو الدابسون. الدابسون هذا عبارة عن جل، وهذا الجل إحنا ما بنعرف كيف بيشتغل، بس جل رائع جدا. تمام، فصاروا كتير يستخدموه للحبوب. تمام، إذا جماعة السايكلين والمايسن زائد الدابسون. أما بالنسبة للأورال فورميوليشنز أو للأورال أنتيبايوتكس، فبرضو جماعة السايكلين والمايسن هي الأشياء اللي بحب أعطيها، مثل دوكسي سايكلين، مينو سايكلين، تترا سايكلين، وإريثرو مايسن. تمام، طبعا الدوكسي سايكلين والمينو سايكلين للحبوب أحسن من التترا سايكلين. الفكرة أنه التترا سايكلين عنده سايد إفكت أكتر وبيغلب شوي، إذا متذكرين بس أخذناه بالجنرال فارماكولوجي كان دوا بيغلب. تمام، فالهدول أحسن منه. تمام، طيب نروح على السايد افكتس تاعت الاورال انتيبايوتكس. بالعاده هاي الادويه بايش معروفه؟ معروفه انها بتعمل جي اي ابسيت وبتضايق المعده، لكن اكثر واحد فيهم بيعمل جي اي ابسيت هو الاريثروميسين. تمام، فاول شيء بس انا راح احكي لكم شغله مشهوره عن كل دواء. الشيء المشهور عن الاريثروميسين انه بيعمل جي اي ابسيت. الشيء المشهور عن الدوكسيسايكلين انه بيعمل فوتوسنسيتيفيتي كثير، والشيء المشهور عن المينوسايكلين انه بيعمل تراكم للصبغه او للبيجمنتيشن في الجسم، وهذا الاشي بخليه انا بدي اشيل الدقيقة. اوكي، انه بيعمل تراكم للبيجمنت بالجسم او بيجمنت ديبوزيشن في الجسم، في الاسنان، في اللثة او غيره من هاي الاشياء. صراحة لما درستوها بالجنرال فارماكولوجي احنا درسنا انه كلهم عندهم هاي السايد افكت، لكن احنا عم نحكي كل واحد شو اكتر سايد افكت عنده. تمام، اوكي. طيب بالنسبه لللونج تيرم ثيرابي، او اذا انت بتاخد الانتيبايوتكس على فتره طويله، هذا الحكي رح يزيد الريزيستنس، رح يزيد السكندري انفكشنز، رح يزيد كل هاي الاشياء اللي احنا بنعرفها. تمام، وعملوا بحث لقوا انه في علاقه بين الناس اللي باخذوا انتيبايوتكس للاكني والالتهابات الجهاز التنفسي، ولاحظوا انه كتير كتير في علاقه قويه بانه الواحد يصير عنده كتير التهابات لما ياخذ ادويه للاكني. شو السبب؟ السبب انه انا عم باخذ انتيبايوتك، والانتيبايوتك بيزيد كمية السوبر انفكشنز أو السكندري انفكشنز، فبصير عندهم التهابات أكتر. تمام، وهون أنا بتبيت لكم الأدوية من المايلد تو سيفير أكني. يعني عندكم أول شيء البنزول بيروكسايد اللي بنعطى للمايلد أكني، بعدين الساليسيليك أسيد برضو مايلد مودريت، وما في مايلد أكني اللي ما في أصلا انفلاميشن. عندكم بعدين الأزيليك أسيد، بعدين التوبيكال أنتيبايوتكس، هدول بنعطوا للإنفلاماتوري أكني، هذا بنعطى للمايلد تو مودريت الأزيليك أسيد، والأنتيبايوتكس بتنعطى للمودريت تو سيفير، والسيستميك أنتيبايوتكس برضو. وآخر إشي وأكثر إشي مضر اللي هو الأورال إيزوتريتين اللي هو كونترا انديكيتد ان بريجننسي، لا تنسوا هاي المعلومه. تمام، طيب هيك صرنا مخلصين موضوع الاكني الحمد لله. هلا نروح على موضوع الانتي مايكروبيال ايجنتس، واللي هي رح نحكي شوي عن البكتيريا، رح نحكي شوي عن الفنجاي، رح نحكي شوي عن الفيروسز، ورح نحكي شوي عن الباراسايتس. تمام، فرح نحكي هلا عن الميكروبات اللي بتصيب الجلد والافكتس تاعتها. انا اسفه. اوكي، نروح على الرسمه تاعتنا. اوكي، صراحه هاي الرسمه لانه كتير كان في ادويه فما حبيت ادحش تفاصيل الادويه، بس حطيت اسمائهم عشان تتذكروا الاسماء وبعدين ندرس التفاصيل مع بعض. هون احنا عم نحكي عن البكتيريا، عن الفنجاي، عن الفيروسز، وعن الاكتوباراسايتس. تمام، راح احفظكم الادويه بعدين حدرسكم اياهم بالتفصيل. اول إشي بالنسبه للبكتيريا، البكتيريا لما نيجي نعالجها بالنسبه للامراض الجلديه فاحنا بنفكر فيها يا اما جرام بوزيتيف يا اما جرام نيجاتيف. تمام، الاشياء اللي بنعطيها للجرام بوزيتيف هي بصل روسي، بصل يعني بسيتراسل، وروسي يعني ميوبيروسين. تمام، فبصل يعني بسيتراسل، وروسي يعني ميوبيروسين. هدول لمين بعطيهم؟ هدول بعطيهم للجرام بوزيتيف بكتيريا اللي بتصيب الجلد. تمام، فالجرام بوزيتيف بكتيريا اللي بتصيب الجلد شو بعطي؟ بعطي بصل روسي، بسيتراسل، وميوبيروسين. بالعاده البسيتراسل بعطيك بروفيلاكتيك. كيف يعني؟ يعني بعطيك شيء دواء وقائي مش كدواء علاجي، يعني بعطيه قبل هو عادي بنعطى كعلاجي، بس بالعاده بنعطى كوقائي قبل ما اصلا يصير معه انفكشن الشخص. مثلا كيف يعني؟ يعني لو حدا صار عنده جرحة أو صار عنده حرق أو غيره، وأنا بروح بعطيه هذا الأنتيبايوتيك لأحميه من إنه يلتهب هذا مكان الحرق أو تلتهب الجرحة أو غيره من هاي الأشياء. تمام؟ الميوبيروسين بنعطى للميرسا وللإمبيتايجو. الإمبيتايجو هي عبارة عن التهاب بكتيري، أتوقع إنه اللي بتعمله هي ستاف أوريس، يا رب ما أكون مخربطة، بتعمل زي هيك إشي اسمه كريستي ليجن على الجلد، هيك لونها أصفر ذهبي لونها، بتكون على الجلد وبسموها إمبيتايجو. تمام؟ وميرسا اللي هو الميرسي. تمام،
تمام، فتذكروا واحد روسي بحكي مرسي وفي عنده هيك اشياء ذهبيه عليه، عشان تتذكروا انه الميوبيروسين بنعطى للمرسا وللامبيتايجو وهو للجرام بوزيتيف بكتيريا. تمام، هذا بالنسبه للجرام بوزيتيف اللي هم بس تراسل وميوبيروسين. بعدين الجرام نيجاتيف بدكم تستخدموا ميكزن ومايسن. تمام، ميكزن يعني بوليميكزن بي، ومايسن يعني نيومايسن انجنتا مايسن، وبوليميكزن بي لانه في بي وفي اكس كمان، فلازم تتذكروا انه يستخدم برضو للبروفيلاكسس. تمام، في حرفين من كلمه بروفيلاكسس فبنصحكم تنسوها. تمام، فبيستخدم للبروفيلاكسس. اذا للجرام بوزيتيف بصل روسي ميوبيروسين وبستراسن، وجرام نيجاتيف ميكزن ومايسن، بوليميكزن بي نيومايسن وجنتا مايسن. تمام، نروح على الفنجاي. الفنجاي انا عندي تينيا وعندي كانديدا وعندي الفنجاي الثانيه. تمام، بالنسبه للتينيا في أدوية بس تنعطى للتينيا، وفي أدوية بس تنعطى للكانديدا، وفي أدوية بتنعطى للتنين. الأدوية اللي بس تنعطى للتينيا هي اللي فيها كلمة ناف، واللي هم التيربينافين، النافتيفين، والتولنافتيت. تمام، هدول كلهم اللي فيهم كلمة ناف بس بنعطوا للتينيا. تمام، أما الأدوية اللي بتنعطى بس للكانديدا، تذكروا إنه دواء واحد واسمه نيويورك كاندل. نيويورك لما نيجي نحكي نيويورك بنكتب إن واي صح، فتذكروا إن واي يعني نيستات، بنعطى لا الكاندل واللي هي الكانديدا. تمام، فالان نيويورك كاندل ان واي اللي هو نيستاتن للكانديدا. اما بالنسبه للتينيا فاحنا بنعطي الاشياء اللي فيها ناف، اللي هم التيربينافين ونفتافيتين نافتيفين وتولنافتيت. تمام، وبعدين عندنا السايكلوبوركس والإيميدازول. السايكلوبوركس والإيميدازول انتوا اوريدي عارفين انهم للفنجاي او مروا عليكم من قبل. بدي اياكم تعرفوا شغله صراحه، بدي اياكم تعرفوا انه هدول الادويه اذا بدي اعطيهم توبيكالي ممنوع اعطيهم للاشياء اللي بتصيب الراس، لانه انا ما بقدر احط كريم على الراس عاده، بحب اعطي اوري اللي اذا بدي اعالج شيء للراس، او الديرماتوفايت اونكيمايكوسيس اللي هو بالاظافر برضه ما بعطيهم للاظافر. فبالعاده بعطوهم للتينيا اللي بتصيب الاجر اللي بسميها تينيا بيدس، او للتينيا اللي بتصيب منطقه الترنك واللي بسميها تينيا كوربوريس، او للتينيا كروريس واللي هلا رح احكي لكم عنهم اكثر. تمام، بس خلوا بالكم انه احنا ما بنعطيهم للتينيا كابيتس، كابيتس يعني التينيا اللي بتصيب الراس، او للديرماتوفايت اونكيمايكوزيس. ما عليكم، هلا رح اعيد لكم هاي المعلومه لما اشرح لكم اياهم ورح تكون اوضح. تمام، اذا للفنجاي فور تينيا بستخدم الناف، فور كانديدا بستخدم النيستاتين نيويورك كاندل، وبعدين عندي الايميدازولز والسايكلوبيروكس. تمام، بعدين نروح على مين؟ نروح على الفيروسات. للفيروسات بدكم تستخدموا البسكليت اللي مدى درستكم اياه بمحاضرة، اتوقع محاضرة نسيت، محاضرة بالجنرال فارماكولوجي كانت للفيروسات، كان فيها البسكليت هذا اللي اسمه السايكلوفير صح. فللفيروسات بدي استخدم البايسيكل اللي هو الاي سايكلوفير او البيني سايكلوفير. تمام، فسهل كتير الفيروسات شو بستخدم، اي سايكلوفير او بيني سايكلوفير. اخر اشي للإكتوباراسايت واللي هي الطفيليات. الطفيليات احنا رح نركز بس على اثنين منهم، اللي هم السكيبيز اللي هو بالعربي الجرب، او الامل اللي هو اللايس. تمام، او له اسم تاني اللي هو البيديكيولوسيس. تمام، فللامل ولا الجرب بنستخدم ادوية معينة. شو هاي الادوية اللي بنستخدمها؟ تذكروا هاي الكلمة اللي بتقول ليندا مثل الامله، هاي ليندا الامله، يا حرام اي حد اسمه ليندا حقيقي يعني حيكون مزعل، بس يعني ام سوري، ليندا مثل الامله، ليندا فور ليندين، ومثل فور بيرميثرين اند بايريثرين. تمام، فليندا فور ليندين ومثل الامله يعني مثل يعني بريميثرين اند بايريثرين. تمام، بتمنى انها تكون الرسمه ساعدتكم تحفظوا الادويه، هلا رح تحفظوهم احسن لما ندرسهم. يلا ننطلق وندرس ادويه الانتي ميكروبيلز. اول شيء رح نحكي عنه مين؟ رح نحكي عن البكتيريا. البكتيريا طبعا انا ليش اصلا ممكن اعطي توبيكال انتي بكتيريال ايجنت، يعني ليش ممكن اعطي الانتي بكتيريال ايجنتس اصلا؟ زي ما قلت لكم ممكن اعطيها لاعالج حدا اوريدي انفكتد، ممكن اعطيها للحبوب للبروبيوني بكتيريوم اكني زي ما حكينا عنه دوكسيسايكلين ومينوسايكلين وكل هاي الشله، وممكن اني اعطيها تو بريفنت انفكشنز يعني از ا بروفيلاكتيك عشان امنع شغل التهاب. متى بحب امنع الالتهاب؟ بعد ما حد يصير عنده بيرن، يصير عنده حرق، او يصير عنده جرحه بيكون اكثر عرضه للالتهابات، فبحب اني اعطي الانتي بايوتكس بهاي الحاله. تمام، يعني يا اما كوقائيه يا اما كعلاجيه يا اما للحبوب.
تمام، هاي الأشياء اللي بتخليني أعطي أنتيبايوتكس. إذن للجرام بوزيتيف شو بستخدم؟ بستخدم بصل روسي بس تراسن ومو بيروسين. بالنسبة للبصل أو للبس تراسن بالعادة بعطيه للبروفيلاكسس. وإذا متذكرين من محاضرة الجنرال فارماكولوجي، فالبصل كان ينعطى كيف؟ كان سيلول سينثيسيس إنهيبيتر، صح؟ كان عبارة عن دواء، هذا الدواء بيروح على البيب، هو عبارة عن بيبتايد، بيروح على البيبتايد وغلايكان لير تبعت البكتيريا وبمنع تصنيعها، صح؟ متذكرين؟ فهو عبارة عن سيلول سينثيسيس إنهيبيتر. طبعا شو السايد افكتس تبعته؟ السايد افكتس تبعته صراحه سهله، او يعني سهل تتذكروها، واللي هو اذا انتم اعطيتوا انتيبايوتيك شو ممكن تعملوا؟ ممكن تعملوا سوبر ادد انفكشنز، لانه فعليا الانتيبايوتيكس قاعده بتقتل النورمال فلورا، ولما انا اقتل النورمال فلورا فنسبه انه بكتيريا تانية تيجي تهاجمني رح تصير اعلى، او فنجا يجي يهاجمني حتصير اعلى، فهو بيعمل سكندري فنجل او بكتيريا السكن انفكشنز، سائد ممكن انه يعمل هايبر سنسيتيفيتي لكن رير. تمام، بالنسبه للروسي او الميوبيروسن، فالميوبيروسن يمكن اول مره تسمعوا فيه، هو عباره عن بروتين سينثيسيس انهيبيتر، بمنع البروتين سينثيسيس تبع البكتيريا. بالعاده هذا الميوبيروسن، تذكروا واحد روسي عنده إشي اصفر على تمه وبيحكي ميرسي، صح؟ تذكروها زي هيك، فبينعطى للميرسا وبينعطى للامبيتايجو. الامبيتايجو هو عباره عن هذا الإشي، يا شفتوا كان معي ستاف، ممكن ستاف ممكن ستريب، واللي هو عباره عن سكن انفكشن بصير على الجلد، بيكون هيك لونه اصفر ومؤشر، وبالعاده بصيب الاطفال. تمام، فبعطي الميوبيروسن. تمام، طبعا له سايد افكتس، بس السايد افكتس تبعته رير، وبرضه السايد افكتس ممكن تكون مايلد بيرنينج عادي، زي ما قلت لكم كل ادويه الجلديه ممكن تعمل هذا الشيء، ممكن انه يعمل برضه دياريا بسبب كلوستريديام ديفيسل. صراحه السايد افكتس تاعتهم ما فيها شيء مهم هون يعني. تمام، طيب في دواء لازم تتذكروه ومر عليكم من قبل اسمه النيوسبورين. هذا النيوسبورين هو تريبل انتيبايوتيك، يعني دواء مكون من ثلاث ادويه، بتذكرينه؟ يمكن في منكم متذكره. هذا الدواء كان مكون من ثلاث ادويه، شو هم هدول الادويه؟ النيومايسن والنيوسبورين والبوليميكسن بي. فبس حبت الدكتوره تذكركم فيه، لانه هون جبنا هلا رح نجيب موضوع النيوسبورين والبوليميكسن بي والنيومايسن، فحيكون مهم لكم، بس انا لازم كنت احطه بالصفحه الجاي، بس مش مشكله. تمام، طيب بالنسبه للجرام بوزيتيف نيجاتيف انفكشنز، فبستخدم الميكسن او المايسن. بالنسبه للبوليميكسن فهو عباره عن دواء، هذا الدواء بخرب السيل ممبرين تبع البكتيريا، وبحب استخدمه للبروفيلاكسس. قلت لكم لا تنسوا انه للبروفيلاكسس، لانه في حرف البي وفي حرف الاكس اللي موجودين بالبروفيلاكسس، وهي في كمان واي. تمام، فما تنسوا. تمام، البوليميكسن بي للبروفيلاكسس. طيب بعدين عندنا النيومايسن والجنتامايسن. النيومايسن والجنتامايسن مروا عليكم كثير من قبل، واخذناهم بمحاضره قويه بالجنرال فارماكولوجي، اذكركم فيهم. هدول عباره عن امينو جلايكوسايد انتيبايوتكس، هدول الادويه بيرتبطوا على ال 30S سب يونت تبعت الرايبوزوم، وبروحوا بدمروا صناعة البروتينات، فهم عبارة عن بروتين سينثيسيس انهيبيتورز. بالعادة هدول الأدوية هم أدوية قوية، فبحب أستخدمهم للالتهابات القوية، مثل مين؟ مثل السودوموناس، مثل الإيكولاي، ومثل الكلبسيلا. شو ممكن يعملوا سايد إفكت؟ حساسية أو أليرجيك ديرماتايتس. تمام؟ سهلين. إذن للجرام بوزيتيف شو بستخدم؟ بصل روسي بس تراسل ونيا اللهم صل على سيدنا محمد، صح، مو بيروسين. وللجرام جرام نيجاتيف شو بستخدم؟ بستخدم ميكسن اند مايسن، بوليميكسن بي ونيومايسن وجنتا مايسن. تمام، نروح على الانتي فونجل ايجنتس ونحكي شويه عن الفنجاي. صراحه الفنجاي ما عمره حدا درسنا اياها واعطاها حقها، يعني دائما بيعطونا اياها بمحاضره ومحاضرتين وما بيحكوا لنا كثير عنها، مع انه الفنجاي شيء كثير مهم. بس يا جماعه في شغله بدي اياكم تعرفوها، انه الفنجل انفكشنز بشكل عام ما بتصيب الناس اللي مناعتهم كويسه بشكل عام. تمام، بالعاده الفطريات بتصيب الناس الأكثر مناعتهم منخفضة، فدايما بيقولوا لكم الريسك فاكتورز لإلها هي suppressed immunity. تمام، وطبعا الفنجاي كينغدم أو المملكة تاعت الفنجاي تنقسم لثلاث عائلات، عائلة اليست وعائلة المولز وعائلة الدايمورفيك فنجاي. تمام، اليست اللي هي بتتضمن الكانديدا، النيوموسيستس يوروفيكسي، الكريبتوكوكس، أما المولز فهي بتتضمن الأسبرجيلس، الميوكر مايكوسيس والدرماتوفايتس، وعندكم آخر إشي الدايمورفيك فنجاي واللي هي جاي بالنص بين اليست والمولد وبتاخد الشكلين. تمام، صراحة هذا مايكرو وما رح نركز عليه كتير، بس رح نركز على اشي كتير مهم بصيب الجلد، اللي هو عبارة عن انواع نوع من انواع المولد، واللي هو اسمه المايكوسيس. تمام، المايكوسيس هي الفطريات اللي بتصيب الجلد واللي بتكون جاي من المولد. تمام، طبعا هاي الفطريات كتير بتعمل اشياء، بتعملنا
اي احنا بنحكي عنها في سوري 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 لما احكي مايكوسيس يعني فنجل انفكشن، مش شرط تكون مولد، انا اسفه تمام لخبطتها مع كلمه ميوكر مايكوسيس، بس هي يعني مايكوسيس يعني فنجل انفكشن تمام، يعني انفكشس كرونيك ديزيز سببه الفنجاي تمام. شو انواع الفطريات اللي ممكن انها تصيب الجلد؟ ما رح نحكي عن كل الانواع بس رح نحكي عن بعض الانواع المشهوره. اول إشي عندكم الكانديدا او الكانديدياسيس، بالعاده الكانديدا بتصيب اصحاب المناعه المنخفضه، ممكن تعمل إشي اسمه كوتينيس كانديدياسيس واللي هو من اسمه كانديدا على الجلد، ممكن تعمل اورال كانديدياسيس واللي هي كانديدا في الفم، بالعاده بكون لونها ابيض وبتصير عاده انا بعرف بتصير كثير مع اللي عندهم ايدز او سكري او غيره تمام. طيب بعدين عندنا جماعة التينيا، التينيا عندنا التينيا كوربوريس، التينيا كوربوريس اللي بتصير على الترنك يعني بتصير على البطن بالعادة، عندنا التينيا كابيتس اللي بتصير على الرأس، وعندنا التينيا بيدس اللي بتصير على الإجرين، وعندنا الديرماتوفايت أونكي مايكوسيس اللي بتصير على الأظافر تمام. في شغلة بدي اياكم ما تنسوها أبدا، التينيا كوربوريس والتينيا بيدس هدول بقدر إني أعطيهم توبيكال أنتيبيوتكس تمام، أما هدول الجماعة اللي هم التينيا كابيتس والدرماتوفايت أونكي مايكوسيس ما بعطيهم توبيكال، بعطيهم أورل تمام. شو السبب؟ السبب إنها مناطق صعب أوصلها عن طريق التوبيكال أنتيبيوتك، زائد إنها مور سيفير تمام. فهلأ رح أكون أدرسكم أدوية ورح تلاحظوا إنه هاي الأدوية بتعالج الكوربوريس بتعالج البيدس بس ما بتعالج التينيا كابيتس وما بتعالج الدرماتوفايت أونكي مايكوسيس تمام. فركزوا على هذا الأشياء ركزيكم عليه لأنه مهم تمام. طيب بيقولكم المايكوسيس الالتهابات الفطرية ممكن تكون كوتينيس على الجلد، ممكن تكون مخترقة طبقة الجلد ورايحة للطبقة التحت superficial layer اللي هو تكون subcutaneous، ممكن انها تكون systemic. هلا اذا كانت هاي الفطريات بس cutaneous يعني بس على الطبقة العلوية من الجسم مثل التينيا كوربوريس او التينيا بيدس وقتها بعالجها topically، اما اذا نزلت لل subcutaneous layer او كانت systemic وقتها بعالجها أوليلي تمام. فأنا بعطي حبوب في حالة إنه الفطريات اخترقت الطبقة العلوية من الجلد تمام، وريسك فاكتور تاعتها شو هي؟ اللي هي suppressed immunity. صراحة إحنا اللي بهمنا نحكي عنه اليوم هو الالتهابات الفطرية اللي بتضل على الجلد من فوق، لأن إحنا هون عم نحكي عن ديرماتولوجي أكتر وعن أشياء يعني مهمة بالديرماتولوجي، واللي بسميها superficial أو cutaneous mycosis، واللي هي المايكوسيس اللي ضلت على الطبقة العلوية من الإبيديرمس واللي هي الستراتم كورنيوم تمام. هلا بقولكم هاي المايكوسيس بتكون بس على الاوتر موست لاير اوف ذا سكن، ما بتوصل للتشو، ولانه ما في انفيجن ما بتعمل اميون ريسبونس، واحنا ما بنحب نعالجها الا لانه شكلها كتير سيء ومزعج للمريض. هي ما بتلتهب وما بتوجع بس بيكون شكلها مو حلو تمام، يعني شوفوا شكلها صراحه مزعج ومش حلو للبيشنت، فاحنا بنحب نعالجها فور كوزمتيك ريزنز يعني عشان نخلص من شكلها تمام. وبيقول لكم اذا متذكرين مره اخذنا بالجنرال فارماكولوجي عن السلول تبع الفنجاي وحكينا انه واحد من الكومبوننتس تبعت السلول تبعت الفنجاي اسمه الارغوستيرول وهو اللي احنا بنحاول نستهدفه في الانتي فانجال دراجز. صراحه بدي احكي شغله انه انا دائما بقولكم اذا متذكرين بس اتس اوكي انكم ما تتذكروا لانه الفارما هو شيء كتير بنتسى، فعادي يعني انا بقولكم اذا متذكرين بعدين دغري بذكركم تمام، عشان بحسه شيء محبط انكم تحسوا حالكم انكم مو متذكرين، بس عادي يعني كلنا بننسى والفارما كتير بنتسى اصلا. طيب شو هم الموست امبورتنت دراجز للكوتينيس مايكوسيس؟ أول إشي عنا الإيميدازولز، بعدين عنا السايكلوبيروكس، بعدين عنا جماعة بس للتينيا اللي هم التيربينافين والنافتيفين والتولنافتيت، وبعدين عنا النياستاتين اللي هو بس للكانديدا اللي هو نيويورك كاندل اللي هو اسمه النياستاتين تمام. هلأ أول شي رح نحكي عن تينين، وهدول التينين بزبطوا للتينيا وبزبطوا للكانديدا. مين هم؟ أول إشي الإيميدازولز، الإيميدازولز هم جماعة كبيرة من الأدوية كلها فيها إذا بتذكرين الأزول رينج، في عنا البيوتوكونازول، عنا الإيكونازول، الكيتوكونازول، الكلوتريمازول والميكونازول، اللي حطيت لكم عليهم خطهم الموست كومنلي يوزد واللي هم أكتر أدوية فطريات بتستخدم تمام. طبعا هاي الأدوية كيف بتشتغل؟ هاي الأدوية بتخرب على الإرغوستيرول تبع السلول تمام، فهي بتروح على الإنزيم اللي بيحول اللانوستيرول للإرغوستيرول وبتمنعه، وبالتالي بتمنع تكوين الارغوستيرول تمام. طبعا لشو بستخدمها؟ بستخدمها اذا بدكم للكوربوريس، اذا بدكم للكروريس، اذا بدكم للبيدس، بس مش للتينيا كابيتس ومش للأونكي مايكوسيس تمام. فزي ما بدكم اي تينيا بدكم اياها ما عدا التينيا اللي بتصيب الراس تمام، ما عدا التينيا كابيتس زائد الأونكي مايكوسيس. هدول بالعاده ممكن اني اعطيهم ككريم او ممكن اعطيهم تابلت لما تكون حتى بقدر اعطيهم للكانديدياسيس تمام. فلما يكون عندي كانديدا بالفاجينا، كانديدا بالفم، برضه بقدر اعطيهم
تذكروا هدول بزبطوا للكانديدا وبزبطوا كمان للتينيا. هدول بعطيهم بس توبيكلي ما بعطيهم حبة تمام. فلما أعطيهم يا إما بعطيهم ككريم يا إما بعطيهم ككرشت أو بوكل تابلت. إيش يعني؟ يعني بعطيهم توبيكلي على الخدود من جوا لأنهم بصيبوا الفطريات اللي بصيب الفم تمام. فبعطي المريض تبعي تابلت وخليه يعض عليها أو يكسرها بسنانه بس ما بخليه يبلعها تمام. حتى لو بلعها ما رح تعطي سيستميك إفكت تمام. فهاي هي الإيميدازولز تمام. شو السايد إفكتس تاعتها؟ السايد إفكتس تاعتها سهلة حسب وين هي بتكون. يعني ممكن تعمل ديرماتايتس، ممكن تلعب تعمل التهابات، ممكن لأنها بتروح على الفولفا تبعت الفيميل إنها تعملها إيريتيشن فولفر إيريتيشن، وممكن إنها تعمل إدمة تمام. أهم شيء تتذكروا عندي الإيميدازولز، هدول الإيميدازولز بيأثروا على الإرغوستيرول سينثيسس، هدول الإيميدازولز بيأثروا على السيل ميمبرين تبع الفنجاي، زائد إني بستخدمهم إذا بدي للتينيا وإذا بدي للكانديدا تمام. عادي للتنين بس ممنوع استخدمهم للتينيا كابيتس للديرماتوفايت اونكي مايكوسس تمام. وهي هون كتبت لكم هذا الاشي لانه كثير مهم. طيب تاني دواء بقدر برضو استخدمه للتنين للتينيا وللكانديدا هو السايكلوبيروكس. هذا السايكلوبيروكس ما بيأثر على السيل ميمبرين زي جماعة الإيميدازولز وهدولا، هذا بيأثر على السينثيسز اوف الدي ان اي والار ان اي والبروتينات تمام. فهذا السايكلوبيروكس بيأثر على الدي ان اي والار ان اي والبروتينات. هذا بحب اعطيه كثير 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 لا إشي مهم اسمه سيبوريك ديرماتايتس. سيبوريك ديرماتايتس هو عبارة عن التهاب فطريات بيكون على الجلد تاع الشعر وكثير مزعج تمام. يعني بضل يحك وبيكون هيك مقشر وأبيض وكثير منتشر على فكرة. فبيحطوه بالشامبو، بيحطوه ب 1% شامبو وبعطوه للسيبوريك ديرماتايتس. في عندي كمان استخدامات هي نفس استخدامات الدواء اللي قبله، أي نوع من أنواع التينيا، أي كانديدياسيس بدكم إياها، وحتى في تينيا مشهورة اسمها تينيا فيرسيكولر عادي إنكم تعطوها هذا الدواء. السايكلوبيروكس زائد ال اللهم صل على سيدنا محمد الإيميدازولز هدول عادي تعطيهم للتينيا وعادي تعطوهم للكانديدا تمام. طيب ومين بعطي له سيبوريك ديرماتايتس؟ السايكلوبيروكس. هذا هو شكل من اشكال السيبوريك ديرماتايتس، بيجي كمان على الوجه ورح تاخذوه بسنه رابعه بالجلديه، حيكون عليه كثير اسئله تمام. طيب نروح بعدين على السكوالين ايبوكسيديز انهيبيترز. السكوالين ايبوكسيديز انهيبيترز هم هدول جماعه التينيا اللي كلهم فيهم كلمه ناف تمام، اللي هم they are only used for تينيا. هدول عايش بيأثروا، هدول بيأثروا على مادة اسمها السكوالين. هاي السكوالين هي اللي بتكون لنا الإرغوستيرول. فهم طبعا هي لازم يصير لها أكسيديشن تمام عشان أقدر إنه أعمل إرغوستيرول. فبيجوا بيمنعوا الإنزيم اللي بيحولها أو بيخليها تشارك في صنع الإرغوستيرول. فبطل عنا إرغوستيرول، فبطل عنا سلول للفنجاي، زائد إنه بتراكم السكوالين. عشان هيك بسموها سكوالين إيبوكسيديز إنهيبيتر، لأنها بتمنع السكوالين اللي مشارك في عملية صنع السلول من انه يشتغل تمام. هاي الادوية كلها فقط 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 لمين؟ للتينيا تمام، مش للكانديدا. وكلها فيها كلمة ناف، عندي التيربينافين، عندي النافتيفين، وعندي التولنافتيت. طبعا هذا التيربينافين بقدر اعطيه اوريلي وبقدر اعطيه توبيكلي. اذا بدي اعطيه اوريلي لمين بعطيه؟ بعطيه لجماعه اللي ضليت اقولكم لا تستخدموا لهم توبيكال، لا تستخدموا لهم توبيكال. مين هم؟ اللي هم الديرماتوفايت اونكي مايكوزس والتينيا كابيتس. هذا الحكي مهم 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 مهم، وممكن يجي بالامتحان. تذكروا دواء سيستميك بقدر اعطيه لهدول الجماعه اللي هم التينيا كابيتس والديرماتوفايت اونكي مايكوزس. أما التوبيكال فبستخدمه لباقي التينيا اللي هم التينيا كوربوريس والتينيا كروريس والتينيا بيدس تمام. النافتيفين برضو بقدر استخدمه للتينيا كوربوريس وكروريس وبيدس، والتولنافتيت نفس الاشي تمام. فكلهم نفس الاستخدام ما عدا الأورال تيربينافين واللي بعطيه للديرماتوفايت أونكي مايكوسيس وللتينيا كابيتس تمام. طيب هذا التولنافتيت كيف بيشغل؟ هذا التولنافتيت بيشتغل على الهاي في تبعت التينيا ومو شغال على الكانديدا. عشان هيك هاي الأدوية ما بنعطيها للكانديدا بس بنعطيها للتينيا تمام. آخر اشي الدواء الوحيد اللي بيشتغل الكانديدا اللي حفظوه من كلمة نيويورك كاندل اللي بيبلش بحرف الان والواي اللي هو النيوستاتين. هذا النيوستاتين بنعطه فقط للكانديدا. هذا الدواء هو بولين انتي فانجل، وكتير كتير بيشبه دواء مشهور اسمه الامفوتيريسين بي، بيشبه دواء مشهور اسمه الامفوتيريسين بي، وممكن انه يزبط للكانديدا الانفكشن سواء كانت كوتينيوس او حتى اشي اورال كانديدياسز اللي بنسميها بالاورال ثرش
تمام. هلا نروح على الانتي فايرال ايجنتس. الانتي فايرال ايجنتس عندي شغلتين صراحه، ما رح نحكي عن كثير شغلات بس رح نحكي عن تو فايرال ديزيزز مهم جدا. اول واحد هو الاكيوت برايمري هيربيتيك جينجيفوس ستوماتايتس، وثاني واحد هو الشينجلز. هدول الاثنين ليش بدنا نحكي عنهم بس هم؟ لانهم كثير 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 كومن. اول واحد اللي هو الهيربيس فايروس. طبعا الهيربيس فايروس يمكن اخذتوا عنه بالمايكرو، في عندنا هيربيس سمبلكس فايروس 1 وعندنا هيربيس سمبلكس فايروس 2. الفيروس الاول اللي هو 1 هو اللي بيأثر على المنطقه العلويه من الجسم. انا كيف كنت حافظيتهم؟ كنت حافظه انه عندي HSV 1 وعندي HSV 2. HSV 1 بيأثر على المنطقه العلويه من الجسم، HSV 2 بيأثر على المنطقه السفليه من الجسم. فهذا HSV 1 بيأثر على الشفه وبعملنا ليجنز تمام حوالين الفم. تمام، هذا الشيء بدي اياكم تعرفوه. اعرفوا انه هو ليتنت، يعني هو بيجي وبرجع، بضل يروح ويرجع يروح ويرجع. لما يجي حدا يتوتر او يصير عنده ضغط نفسي او غيره بيرجع كمان مره، فبيضل يصيب الانسان طول الوقت. تمام، هذا اسمه الاكيوت برايمري هيربيتيك جينجيفوستوماتايتس. تمام، واللي هو بيعمل هذا الشكل الموجود على الشفه، ويمكن كتير كتير منكم سمع فيه وكتير ناس عندها اياه بالاردن. تمام، طيب رقم 2 اللي هو الشينجلز. الشينجلز، الشينجلز هو فعليا شيء انتم بتعرفوه، واللي هو عباره عن نفس الفيروس اللي بيعمل التشيكن بوكس او بيعمل الجدري. هذا الفيروس اسمه الفاريسيلا زوستر فيروس. هذا الفيروس اول مره بيصيب الانسان بيعمل له جدري، بيعمل له تشيكن بوكس. تمام، هلا بعدين بيطيب الطفل هذا من التشيكن بوكس، بيروح بتخبى بالدورس الكانجليا تحت السباينال كورد، ولما يكبر بالعمر لو نزلت مناعته صار له ضغط نفسي صار له شغله معينه بيرجع هذا الفيروس بيهاجمه كمان مره، لكن هاي المره ما بيهاجمه على شكل جدري، هاي المره بيهاجمه على شكل شينجلز او اللي اسمه الحزام الناري. تمام، طبعا ما بدي اياكم تعرفوا غير انه هم الاثنين نستخدم لهم البسكليت او البايسيكل اللي هو الاي سايكلوفير والبيني سايكلوفير. الاي سايكلوفير بالعاده ممكن نعطيه توبيكال او سيستميك، اما البيني سايكلوفير فبس بنعطيه توبيكال. طبعا معروف جدا انه ادويه الفيروسات ما بتشتغل الا اذا الفيروس موجود. تمام، يعني الا اذا الفيروس هلا بالاكتيف ريبليكيشن، وبالعاده ما بتشتغل اذا تاخرنا، لازم تكون كثير كثير مبكرين وباول الالتهاب عشان هالانتي فايروس تشتغل. كيف تشتغل هاي الادويه؟ they are guanosine analog. لما يكون عندي إشي يكون guanosine analog بروح بتصرف زي كأنه guanosine. تمام، فبروح بدخل بالدي ان اي وبخرب عملية صنع الدي ان اي. ليه؟ لأنه الدي ان اي هو عم بنصنع، بيجي كل الأشياء النيوكليوتايدز بتترتب، بيجي عندي كل جماعة السي والجي والاي والتي، وبيكون عندي نيوكليوتايد كامل. تمام، هلا بيجي هذا الجوانوسين بيضحك على الجسم، بدخل حاله بالنيوكليوتايد تبع الدي ان اي، ولما اجي اعمل دي ان اي الونجيشن ما بلاقي فيه هيدروكسيد، فبخرب كل عمليه الدي ان اي الونجيشن، فهو بيقلد السيتوسين وبيخرب عمليه الدي ان اي الونجيشن. وهاي الميكانيزم اوف اكشن مرقت عليكم بكثير ادويه من قبل انها بتعمل زي كانها انالوجز لشغله بتشارك في صنع الدي ان اي. تمام، فهو الاي سايكلوفير والبيني سايكلوفير and they act as guanosine analogs. تمام، طبعا هاي الادويه السايد افكتس اللي رح تعملها هي لوكال اريتيشن اذا احنا حطيناها توبيكالي، طبيعي جدا كل الادويه بتعمل هيك. ممكن انها تعمل صداع ونوزيا وفوميتنج ودياريا اذا اخذناها اورالي، برضه سايد افكت مشهور للاورال دراجز. لكن في شغله مميزه عنها انها بتعمل رينال ديسفانكشن، ممكن انها تاذي الكيدنيز بشكل قصير، ترانزينت رينال ديسفانكشن. عشان هيك دائما بننصح المريض انه يشرب كتير كتير مي معاها عشان تمنع هاي السايد افكت. تمام، فتذكروا للفيروسات استخدموا البسكليت اللي هو الاي سايكلوفير او البيني سايكلوفير. هدول الادويه they are guanosine analog بس بزبطوا بالاكيوت فيز، وعندهم كتير سايد افكتس من السايد افكتس المشهوره اهمها الترانزينت رينال ديسفانكشن. تمام، اخر اشي من جماعه الانتي مايكروبيالز هم الاكتوباراسيتيك انفكشنز، واللي هم الانفكشنز اللي بيصيبوا الباراسايتس. تمام، مثل اللايس اللي هو الامل اللي بيعمل شيء اسمه البيديكيولوسيس، او السكيبيز اللي بيعمل الجرب. هدول الاثنين، هدول الأدوية كلهم رح نحكي عنهم اليوم، كلهم بيشتغلوا بطريقة واحدة واللي هي acting on the nervous system of the parasite. بسميهم neurotoxins لأنهم بيأثروا على nervous system تبع الparasites. وتذكروا ليندا مثل المأملة، ليندا اللي هو اللندين مثل اللي هو البيرمثرين وبايرثرين. تمام، فعندي البيرمثرين، عندي البايمثرين، البايرثرين اللي معاه البايبيرونيل بيوتوكسايد، وعندي اللندين. نبلش بلندا لانه لندا صغيره وهيك سهله. لندا طبعا هذا الدواء اللي اسمه لندين، هذا الدواء انترفيز مع الجابا. تمام، طبعا الجابا هو عباره عن انهيبيتوري ريسبتور للنيرفس سيستم، فانا لما اخربه عم بخرب النيرفس سيستم تبع الباراسايت. هذا اللندين بنحبه بس هو صراحه مش كتير، بنحطه دائما سكند لاين. مين الفيرست لاين؟ هو البيرمثرين. تمام،
والبايريثرين، تمام؟ فلندا هو سكند لاين للسكيبيز وللبيديكيلوسيس، بزبط لأنهم التنين، بس هو سكند لاين عشان كم درسينكم يا آخر واحد. بقولكم مش كثير يستخدم لأنه عنده هاي ريسك أوف نيوروتوكسيسيتي تو ذا هوست. أما بالنسبة للبيرمثرين والبايريثرين فاستخدامنا لأنهم أكتر، تمام؟ وهم على فكرة بيشبهوا بعض كثير، تمام؟ هم التنين نيوروتوكسين. طبعا هذا البايريثرين شو بعمل؟ بزيد الكالسيوم شانل أكتيفيشن، فبيخرب كل الجهاز العصبي تبع الباراسايت. طبعا هذا بيستخدم لللايس، بيستخدم للأمل على شكل شامبو، وبيستخدم للسكيبيز على شكل كريم. لكن إذا بدك تستخدمه لللايس للأمل عادي نون بريسكريبشن، يعني روح على الصيدلية احكي لهم بدي بيرمثرين بعطوكم إياه عادي، تمام؟ نون بريسكريبشن. أما السكيبيز فلازم يكون باي بريسكريبشن عن طريق وصفة طبية، تمام؟ أما بالنسبة للسينرجايز بايريثرين وذ بايبيرونال بيوتوكسايد، برضو لللايس أكتر شيء، يعني لللايس أكتر من السكيبيز، وبرضو نون بريسكريبشن. فأدوية الأمل بشكل عام ما بدها وصفة طبية، تمام؟ طبعا الأكتيف إنجريدينت هي البايريثرين، أما البايبيرونال بيوتوكسايد هذا اللي ضفناه بس ضفناه عشان يحمي البايريثرين، تمام؟ هو بريزرفاتيف فقط، ففعليا الدواء الأصلي هو البايريثرين، وهذا البايبيرونال بيوتوكسايد اللي جاي معاه هو عبارة عن بريزرفاتيف بيحمي الدواء هذا من إنه اللايس تكسره أو تخربه. ليش بنحب هاي الأدوية؟ خصوصا هذا البايريثرين مع البايبيرونال بيوتوكسايد بنحبه كتير لأنه فعليا ما عنده توكسيسيتي، تمام؟ صراحة أكتر شي بدياكم تتذكروا مين الفيرست لاين للسكيبيز هو البيرمثرين، ومين الفيرست لاين للبيتيكيولوسيس أو للأمل هو البايريثرين with بايبيرونال بوتوكسايد، تمام؟ هذا كل إشي عن الميكروبس اللي بتصيب الديرماتول اللي بتصيب الجلدية أو العلاقة بالجلدية، تمام؟ هلأ رح نحكي صراحة شغلات لطيفة، رح نحكي شوي عن موضوع السوريسس أو الصدفية، بعدين رح نحكي شوي عن الصلع، رح نحكي شوي عن البيجمنتيشن ديسوردرز، ونخلص هاي المحاضرة. هلأ بدنا نحكي عن السوريسس واللي هو عبارة عن الصدفية. الصدفية إيش مشكلتها؟ الصدفية صراحة ما حدا بيعرف ليش هي بالضبط بتصير، بس هي عبارة عن مرض مناعي. هذا المرض المناعي بصير في عنده زيادة للبروليفريشن تبع الخلايا الموجودة في الجلد. هذا الحكي بيخليها شكلها زي هيك، بيطلع عندكم إريديماتس سكيلينج بلاك. إيش يعني إريديماتس؟ يعني حمراء، سكيلينج يعني مقشرة، وبلاكس يعني ليجنز مرتفعة شوي عن الجلد. هاي هي شكل الصدفية، تمام؟ طبعا احنا بنعالجها بناء على هي مايل تو مودريت ولا سيفير. إذا كانت سيفير بفكر بشغلة اسمها، تذكروها معي، اسمها الفوتوثيرابي، أو بفكر أعمل إشي عنيف مثل إني أضبط المناعة أو إني أعطي أدوية قوية مثل البيولوجيكال ريسبونس موديفايرز. هذا إذا كانت سيفير، تمام؟ إذا كانت سيفير يا إما بعطي فوتوثيرابي، يا إما بنزل المناعة، يا إما بعطي بيولوجيكال ريسبونس موديفايرز واللي هي علاجات عنيفة. إذا كانت مايلد بعطي شغلات أبسط شوي، ممكن أعطي ريتينويدز، تمام؟ اللي جاي من ريتينويك أسد، ممكن أعطي فيتامين دي أنالوجز، وهلأ بفهمكم ليه. ممكن أعطي كيراتينوليتك إيجنتس واللي هي أشياء بتكسر الكيراتين، لأنه فعليا الصدفية هي عبارة عن زيادة في طبقة الكيراتين، أو إني أعطي كورتيكوستيرويدز واللي هي بتثبط المناعة لكن لوكالي، ما بعطيها حبة بعطيها لوكالي، تمام؟ إذا أنا عندي سوريسس. سوريسس is caused by increased epidermal cell proliferation، سببه ممكن يكون جينيتيك أو أوتوأميون. بيجي المريض عنده إريديماتس سكيلينج بلاكس. هذا جلدية ما بهمكم كتير، بهمكم أكتر العلاج، تمام؟ كيف بعالجه؟ بعالجه بناء على شدته. إذا كان mild to moderate بقدر إني أعطي retinoids وفيتامين دي وكيراتوليتك agents وكورتيكوستيرويد. إذا كان سيفير يا أما بعطي فوتوثيرابي، يا أما بنزل المناعة، يا أما بعطي biological response modifiers، تمام؟ إحنا هلأ ما رح نحكي كتير عن الفوتوثيرابي وندخل على السيفير سوريسس، رح نحكي بس شوية عن العلاج تبع mild to moderate سوريسس، تمام؟ أول إشي رح نحكي عن مين؟ رح نحكي عن الريتينويدز. الريتينويدز كلهم فيهم كلمة أصلاً ريتين، تمام؟ فدغري رح تعرفوا إنه هدول الريتينويدز من اسمهم، فكتير سهل تتذكروهم. واللي هم التازوريتين، الأسيتريتين، هم هدول الدويان اللي فيهم كلمة ريتينويدز، ولازم تكونوا متذكرينهم لعلاج السوريسز، تمام؟ طبعاً التنين، طبعاً إيش الفرق بينهم؟ التازوريتين بعطيه توبيكالي، تذكروا من حرف التي إني بعطيه توبيكالي، أما الأسيتريتين فبعطيه أوريلي. بالعادة احنا بنحب التازوريتين لانه الاسيتريتين انا رح اعطيه اورالي، فكتير كتير رح يكون عندي سايد افكت فما رح استفيد منه. طبعا ايش السايد افكت تبعت هاي الادوية؟ جفاف بشكل عام، بتعمل بيلينج سكن، بتعمل
الكيلايتس يعني بتخلي الشفايف يتشققوا، بتعمل جفاف بشكل عام، تمام؟ زائد اكيد 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 كونترا انديكيتد بالبريجننسي، تمام؟ اذا الريتينويدز عندي دويين، اول اشي تازوريتين وتاني اشي اسيتريتين، كلهم فيهم كلمه ريتين فبتتذكروا دغري انهم ريتينويدز. التازوريتين بحرف التي بنعطى توبيكال، الاسيتريتين بنعطى اورالي، تمام؟ they are both كونترا انديكيتد للبريجننسي، بيعملوا جفاف وبيعملوا بيلينج سكن، بيعملوا كيلايتس وبروريتس حكه وبيلينج سكن، بصير البشره تقشر، تمام؟ هذا بالنسبه بس للريتينويدز وما في حكي اكثر رح نحكيها عنه. ثاني شيء الفيتامين تي انالوجز، ليش بعطي فيتامين دي؟ ليش انا بعطي فيتامين دي؟ لانه فيتامين دي بيعمل شغلتين، او الانالوجز تاعت الفيتامين دي بتعمل شغلتين، بتروح على الفيتامين دي ريسبترز وبتحفزها، لما تحفز هاي الريسبترز بتعمل شغلتين، اول شيء بتروح على التي لمفوسايتس وبتروح بعدين على الكيراتينوسايتس، تمام؟ مش بعدين بتروح لهم الاثنين، تمام؟ بالنسبه للتي لمفوسايتس فبتضبط الشغل تبعها، بتقلل الانفلاميشن، وبالنسبه للكيراتينوسايتس فبتضبطها، فهي فعليا قاعده بتضبط الكيراتينوسايتس من انها تضل تنقسم وتزيد الصدفيه. ثاني شيء هي قاعده عم بتضبط التي لمفوسايتس وبالتالي قاعده عم بتضبط الاستجابه المناعيه، تمام؟ فهاي عباره عن الكاسيتريول او الكاسوبتوريتين، هدول الادويه اللي اكت اون كيراتينوسايتس و على الليمفوسايتس. طبعا هاي الادويه ممكن تعمل سايد افكتس كثيره، ممكن تعمل حكه، ممكن تعمل جفاف، ممكن تعمل احمرار، لكن واحده من السايد افكتس اللي كثير بتهمني هي انها رح تزيد الكالسيوم. ليش رح تزيد الكالسيوم؟ لانه ببساطه الفيتامين دي بزيد امتصاص الكالسيوم، تمام؟ فانا قاعده عم بعطي فيتامين دي انالوج، فامتصاص الكالسيوم رح يزيد عن حده، ورح يصير في عند البيشنت تبعي كثير كالسيوم بالجسم، وهذا الاشي صراحه خطير، تمام؟ فالسايد افكت اللي كثير مهم انكم تتذكروها انه الفيتامين دي انالوجز رح تزيد امتصاص الكالسيوم، فرح تعمل هايبر كالسيميا او بشكل عام زياده للكالسيوم في الجسم، تمام؟ اذا تعالوا نراجع مع بعض، اول شيء حكينا عن مين؟ حكينا عن الريتينويد، قلنا الريتينويدز فيها تازوريتين واسيتريتين، تازوريتين توبيكال واسيتريتين اورال. بعدين رحنا على مين؟ رحنا على الفيتامين دي انالوجز، حكينا انهم الكاسوبتريول او الكالسيتريول بيروحوا على الكيراتينوسايتس وعلى التي لمفوسايتس وبيضبطوهم، فبيساعدوا في علاج الصدفيه، تمام؟ بيعملوا كثير سايد افكتس أهمها زيادة في الكالسيوم. بعدين عندي الكيراتوليتيك ايجنت، هذول بيروحوا على الكيراتين أو الطبقة العلوية من الجلد وبيكسروها، من اسمهم they are كيراتوليتيك، تمام؟ مثل الفحم أو الكولتار والساليسيليك أسيد اللي أخذناه قبل شوية وحكينا إنه كمان بنستخدمه في علاج حب الشباب. هذول التنين شو بيعملوا؟ بالنسبة للكولتار فهو أصلاً هذا الفحم يعني بيمنع أصلاً انقسام الخلايا اللي بالجلد وبيخفف الانفلاميشن، تمام؟ أما الساليسيليك أسيد فأنتوا بتعرفوا شو بيعمل، كيف بيكسر الكيراتين، بيقلل منها وبيخلي الصدفيه تقل، تمام؟ كيف شو بيصير بالاخير؟ يعني انا بس عم بحكي عن الكولتار بشكل عام. الكولتار بما ان حكينا عن الساليسيليك اسيد وخلصنا، الكولتار بيروح بيزيد الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، بيروح بيخرب الدي ان اي، لما يخرب الدي ان اي ما رح يصير في ريبليكيشن، وبالتالي رح تقل طبقه الكيراتين في الجلد ورح يقل السوريسيز او الصدفيه بشكل عام. فالكولتار بيشتغل عن طريق انه يزيد الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، وبالتالي رح يخلص لنا من السوريسيز. آخر إشي إني أعطي مثبطات للمناعة، وهاي مثبطات المناعة ما أعطيها أوريلي، أعطيها توبيكالي على مكان الليجن، واللي أنا بسميها التوبيكال كورتيكوستيرويد. التوبيكال كورتيكوستيرويد وظيفتها أنها تضبط المناعة وتقلل الإنفلاميشن. طبعا هل أنا بس بستخدمها للسوريسيس؟ بالعكس، في كتير كتير استخدامات لمثبطات المناعة اللي على الجلد، بقدر أعطيها لأي إشي بالحياة في إنفلاميشن، سواء إكزيما، سواء ديرماتايتس، سواء إنفلاماتوري كونديشن، وبرضو بقدر أعطيها للسوريسيس لأنه السوريسيس برضو فيها inflammatory response. طبعا بالعادة إحنا بنقدر إن نعطي الكورتيكوستيرويدز أوريلي، بس إحنا ما منحب الأمراض الجلدية، منفضل نعطيها topically لأنه إلها مليون تريليون سايد إفكت لما أعطيها أوريلي. هلأ بالعادة كيف ممكن أعطيها؟ يا أما بحطها أنا عادي كريم topical كريم، يا أما بحطها بطريقة بسميها intraregional. إيش يعني intraregional؟ شايفين هاي الصورة؟ هاي عبارة عن skin lesion، فأنا عم بدخل الإبرة جوا skin lesion وبحقن فيها الكورتيكوستيرويد. طبعا كيف الكورتيكوستيرويدز بتشتغل؟ تعالوا اذكركم بشيء اخذتوه بمحاضره الانس ايدز او النان ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. كنا نحكي انه احنا عندنا شيء اسمه البروستاسايك، اللهم صل على سيدنا محمد، الاراكيدونيك اسيد. الاراكيدونيك اسيد كان يعطينا البروستاجلاندينز واللوكوتراينز. كنا نحكي انه الشيء اللي بيحفز الاراكيدونيك اسيد على الانقسام هو الفوسفولايبيز اي 2، سوري بيحفزه على انه يطلع اصلا من السيل ممبرين ويصير يعطيني انفلاماتوري ميدييتورز، هو انزيم اسمه الفوسفولايبيز اي 2. فالكورتيكوستيرويدز شو بتعمل؟
بتمنع هذا الإنزيم، وبالتالي بتمنع كل الإنفلاماتوري ميدييترز إنها تزيد عن حدها، تمام؟ فما في أراكيدونيك أسد، ما في إنفلاماتوري ميدييترز، فالمناعة كلها بتقل. كمان هو بيقلل كل إفرازات الأشياء، بيقلل السايتوكاين برودكشن، بيقلل الليمفوسايت برودكشن وغيره من هاي الأشياء. شو هي السايد إفكتس تبعته؟ سايد إفكتس تبعته إنه مع الوقت ببطل يعطي إفكت كتير، وهذا الإشي إحنا بنسميه تاكيفيلاكسس. تاكيفيلاكسس يعني مع الوقت هذا الدواء رح تصير الإفكت تبعته تقل. كمان بيعمل كتير شغلات، يعني معروف الكورتيزون أصلا بيقلل المناعة، فأي إشي له علاقة بيزيد الالتهابات، بيزيد الإنفكشنز، بيزيد الحبات، كله ممكن يعمله الكورتيكوستيرويد، تمام؟ كمان بيعمل سكين ستريشنز وبيعمل سكين آتروفي. سكين ستريشنز يعني خطوط في الجلد لونها أبيض، وبيعمل بيربريا كمان، وممكن انه يعمل كمان نقص في التصبغات اللي في الجلد اللي هو هايبوبيجمنتيشن، تمام؟ طيب واخر شيء لازم تعرفوا انه الكورتيكوستيرويدز خطيره للاطفال لانها ممكن تعيق النمو. طبعا هذا الشيء جديد اكتشفوه، وليه؟ لانه هي قاعده عم بتزيد السوماتوستاتين، والسوماتوستاتين بيقلل الجروث هرمون، فالاطفال بحاجه شديده للجروث هرمون عشان يكبروا، فهذا الشيء كتير بياثر على الاطفال، تمام؟ هلا رح نحكي شويه بس عن الاكزيما او الايتوبيك ديرماتايتس. طبعا كثير منكم سمعوا بالإكزيما وبيعرفوا شو هي، واللي هي عبارة عن تحسس. بالعادة إحنا ما بنعرف شو سبب الإكزيما بالضبط، لكن بنلاحظ إنه في علاقات مناعية وإنه بنتقل بين العائلات. شو بتميز الإكزيما؟ بتميز الإكزيما إنه دائما هاي سكين ليجن دائما إتشي فيها حكة وناشفة وفيها كراكت، تمام؟ تكون دائما هيك ناشفة وبتحك كتير ومزعجة للبيشنت. بالعادة زي ما قلت لكم الإكزاكت كوز تبع الإكزيما غير معروف، وللأسف إحنا ما بنقدر كمان نعالج الإكزيما بشكل نهائي، فإحنا بنحاول نتعامل مع الإكزيما. وكمان لازم تعرفوا شغلة إنه الإكزيما في شغلات بتزيده، يعني هو احنا ما بنعرف ليش بيصير، بس في سيرتن تريجرز بتزيد الاكزيما. مثل ايش؟ مثل المعقمات، السوب ديترجنت، معقمات الصابون، الضغط النفسي، الكولد ويذر. بلاحظوا انه الناس اللي عندهم اكزيما بالبرد بيزيد الاكزيما عندهم، تمام؟ شو هي الادويه اللي احنا بنعطيها للاكزيما؟ اول اشي زي ما بحكوا سيلف كير تكنيك، يعني بنصح المريض انه يدير باله على حاله. مثلا بالبرد يدفي حاله، يبعد عن الضغط النفسي، مثلا يبعد عن الصابون الكتير قوي مثلا، تمام؟ يرطب جلده كتير، يحط كتير كريمات. كل هاي الأشياء رح تقلل الإكزيما، بس هي مو أدوية فبسميها سيلف كير تكنيكس. في عنا كمان ميديكيشنز تو تريت إكزيما. عنا مثلا إني أعطي كورتيكوستيرويد، وكتير منطق إني أعطي كورتيكوستيرويد لأنه الإكزيما هي إنفلاماتوري ريسبونس، فإذا بعطيها إشي بيضبط المناعة أنا قاعدة عم بستفيد وعم بقلل الإنفلاميشن. طبعا أنا بفضل أعطي كورتيزون توبيكالي، تمام؟ لكن ممكن كمان إني أعطي أورالي، طيب؟ بس أورالي بحالة السيفير كيسز عند المريض. في شغلات كمان بتضبط المناعة يمكن ما عمركم كتير سمعتوا فيها او يمكن مره او مرتين، اسمها topical calcineurin inhibitors. برضو هدول نفس الفكره، they are immunosuppressants وبالتالي رح يقللوا من الاكزيما، مثل دواء اسمه تاكروليمس. واخر اشي ممكن اني اعطي انتي هستامين لانه الاكزيما كمان involved فيها افراز للهستامين، فاذا انا عطيت انتي هستامين ممكن اني اساعد المريض في التقليل مع الاكزيما، مثل دواء اسمه الدوكسيبين، تمام؟ فالخلاصه اللي بدي احكي لكم اياها انه اذا انت بدك تعالج الاكزيما، انت بدك تقلل الاستجابة المناعية والتحسسية، فبدك تعطي كورتيكوستيرويد لتقلل هذا الاشي، وبدك تعطي كالسينيورين انهيبيترز اللي بيقللوا المناعة كمان، وبدك تعطي انتي هستامين مثل الدوكسيبين لتقلل الهستامين ريليس، تمام؟ صراحة موضوع الإكزيما كتير لطيف وما حكينا عنه أكتر من هيك، بس هاي الأشياء اللي لازم تعرفوها عنه. هلأ رح نحكي شوية عن البروريتس واللي هي الحكة. البروريتس هل هي مرض؟ يعني هل ممكن أجي أحكي هذا عنده مرض الحكة؟ لا، في مية إشي بيعمل حكة، الإكزيما بتعمل حكة، شغلات تانية بتعمل حكة، ففعليا it's not a disease، هو بس عبارة عن itchy sensation، الإنسان بيحس برغبة في إنه يعمل scratching لبشرته. بالعادة اكتشفوا إنه الحكة هاي سببها إفراز الهستامين بشكل عام، فأنا أول إشي بفكر فيه إني أعطي أنتي هستامين لأعالج البروريتس أو أعالج الحكة، تمام؟ بيقولكم إنه it's not a disease but a symptom، هي مش مرض هي عرض، تمام؟ فكتير بشوفها بشغلات، ممكن أشوفها حتى بالصدفية أو غيره من هاي الأشياء. وكيف بعالجها؟ بعالجها بمجموعة شغلات. أكتر إشي منطقي إني أعطيه للحكة هو الأنتي هستامين. كمان بقدر أعطي كورتيكوستيرويدز أو إميون موديوليترز، أشياء تخفف الاستجابة المناعية. وآخر شيء شغلة بتفيدني صراحة، إني أعطي
تعطي مخدرات موضعية، لأنه فعلياً الحكة هي شعور عصبي، صح؟ يعني أنا قاعدة عم برسل إشارات للجهاز العصبي إنه يحك هاي المنطقة، فإذا أنا بعطي لوكال أنستيتكس ممكن إني أقلل من الحكة. فلاحظوا إنه الأشياء اللي بعطيها للإكزيما مشابهة كتير للأشياء اللي بعطيها للبروريتس، ولا تنسوا إنهم كمان أصلاً بيجوا مع بعض، تمام؟ فأول إشي بعطيها أنتي هستامين برضو مثل الدوكسيبن، واللي برضو بقدر أعطيه للإكزيما، بعطي توبيكال أنستيتكس، بعطي مخدرات موضعية مثل دواء اسمه البراموكسن، وبعطي كورتيكوستيرويدز وإميون ميدياترز، تمام؟ طبعاً من الأنتي هستامينز اللي بعطيها، ليش بعطيها؟ لأنها بتقلل الكوتينيس أو بتقلل الهستامين ريليس، وبالتالي بتخلصني من مشكلة إفراز الهستامين. طبعاً إذا كانت الحالة الحكة كتير شديدة ممكن أعطيه أوريلي، ممكن إني أعطيه ككريم. إيش مشكلة هذا الدواء؟ لا تنسوا إنه في بعض أنواع من الأنتي هستامينز تقدر تخترق الجهاز العصبي وتعمل سبريشن للنيرفس سيستم، وخصوصاً كمان للأوتونوميك نيرفس سيستم، فبتقلل السمباثيتك وبتزيد الباراسمباثيتك، زائد إنها بتنعس وبتعمل كل هاي الأشياء، فبتعمل دراوزنس، دوخة، ممكنها تحك شوية، ممكنها تعطينا أنتي كولينرجيك إفكتس، يعني شغلات تزيد الباراسمباثيتك. ليه؟ لأنها هي أنتي هستامين، تمام؟ فكونها أنتي هستامين فهي بتقدر إنها تخترق الجهاز العصبي. طبعاً مش كل الأنتي هستامينز، بس التايب الأول منهم، الجنريشن الأول، هو اللي بيقدر يعمل هذا الإشي. أنتوا لسه ما أخذتوهم، إن شاء الله رح تاخدوهم بالريسبيراتوري سيستم، رح تاخدوا عن الهستامين جنريشنز، تمام؟ بعدين عندكم البراموكسن. البراموكسن هذا عبارة عن مخدر موضعي، صراحة هذا اللي لازم تعرفوه عنه. بحب أعطيه للمايل تو مودريت بروريتس، للحكة الخفيفة، وبالعادة ما بعطيه لحاله، بعطيه مع كولنتس إشي يبرد أو مع كورتيزون بنفس الوقت، تمام؟ هذا كل إشي عند الحكة. إذا للإكزيما شو بعطي؟ للإكزيما بعطي كورتيكوستيرويد سواء توبيكال أو أورال، بعطي كالسينيورين إنهيبيترز، وبعطي أنتي هيستامينز. للبروريتس بعطي توبيكال أنستيتكس، بعطي إيميون موديليترز، بعطي أنتي هيستامينز وكورتيكوستيرويدز. أما بالنسبة للأرتكاريا، فالأرتكاريا هي هذا الإشي اللي أنتوا شايفينه هون. هذا الإشي هي عبارة عن ليجن تطلع على الجسم، سببها إفراز الهستامين أو الهستامين ريليس. إيش بيكون سبب الأرتكاريا؟ حساسية، تمام؟ فبرضو بعطيها نفس الأشياء اللي بعطيها للبروريتس، ونفس الأشياء اللي بعطيها للألرجيز، فأنا ممكن أعالجها عن طريق stopping the triggers، أو أوريل أنتي هستامين، أو أنتي بروريتك بريبريشن، أو سيفير أنافيلاكسس، تمام؟ فأي إشي، سوري، إذا كانت سيفير رح أعطيها حب، رح أعطيها إبر، ممكن أعطيها أي إشي. إذا هاي عبارة عن أنافيلاكسس رح أعطيها إنترامسكيلر إبينفرين، كورتيكوستيرويد، أو أنتي هستامين. آخر إشي رح نحكي عنه لليوم، قبل يعني آخر شغلتين رح نحكي عنهم، هم البيجمنتيشن ديسوردرز، واللي هم مشاكل التصبغات اللي بتصير على الجسم. أول إشي الهايبر بيجمنتيشن، واللي هي ارتفاع التصبغات في الجسم. طبعا في كتير أمراض للهايبر بيجمنتيشن، لكن أكتر تنين بيهمونا كتير هم عبارة عن الفريكلز، واللي هم النمش، أو إشي اسمه الميلازما، اللي هو الكلف اللي بالعادة بصير عند الحوامل. طلعوا عليهم هيك شكلهم، هذا هو الفريكلز وهذا هو الميلازما، هم عبارة عن زيادة في الميلانين، في الميلانوسايتس، في الاكشن في الجلد، وهذا الاشي هو اللي بيعمل هايبر بيجمنتيشن. طبعا الدواء الوحيد اللي بعطيه اللي رح نحكي عنه اليوم هو دواء بيبيض البشره، تمام، وبعطيني بيقلل صنع الميلانين، وبالتالي رح يقدر انه يقلل التصبغات هاي. كيف تحفظوها؟ احفظوها على شكل ذا فريكل كوين، عشان تتذكروا من كلمه كوين انه كوينون، اللي هو الهيدروكوينون للفريكلز، تمام. اتس ا سكن وايتنينج ايجنت، بيبيض البشره، بيقلل الميلانين سنتسز عن طريق انه بيمنع الانزيم اللي اسمه التايروسينيز. مشكلته الوحيده والسيئه جدا انه هو كارسينوجينيك. ليش كارسينوجينيك؟ بقدر حدا فيكم يكتشف، انا هون قاعده عم بلعب على الميلانين سنتسز، تمام، وهذا الاشي ممكن انه يعمل كارسينوجينيسيس. طيب، اذا الهيدروكوينون لا الهايبر بيجمنتيشن. الهايبو بيجمنتيشن واللي هو عكس الهايبر بيجمنتيشن، الهايبر بيجمنتيشن بتزيد الصبغه، الهايبو بيجمنتيشن بتقل الصبغه، مثل البرص او الفيتيلايكو. الفيتيلايكو اللي هو سوري البهاق بالعربية الفصحى، شكله زي هيك. طبعا له كتير اسباب الفيتيلايكو، ممكن يكون اسباب جينيه، ممكن اسباب مجهوله، ممكن يصير فجاه للانسان يعني بدون سابق انذار من قبل، كيميكال انفلاماتوري، سرطان، كتير كتير شغلات ممكنها تعمل فيتيلايكو. الدواء الوحيد رح نحكي عنه اليوم لعلاج الفيتيلايكو اسمه الميثوكسالين، تمام. هذا الميثوكسالين بحفز الميلانوسايت على انها تشتغل. هذا الميثوكسالين بالعاده ما بعطيه لحاله، شو بعمل؟ بعطي للمريض ميثوكسالين، بعدين بعرضه لأشعة UVA radiation، وهاي UVA radiation بتحفز الميثوكسالين على إنه يشتغل، فبلش هذا المريض يرجع الصبغة لجسمه شوي شوي. في شغلة صراحة حلوة بدي أحكي لكم إياها، إنه مرات لما يكون التصب ال ال ال
الفيتيلايجو صاير على اكثر، اتوقع اكثر من 90 او 70% من الجسم، شو بعمل؟ بدل ما اعطي الميثوكسلين لارجع الصبغه، بعمل العكس، بشيل الصبغه كلها عن طريق الهيدروكوينون، بسموها البليتشينج. فواحد من المشاهير اللي عمل هذا الشيء اذا سمعتوا بالقصه هو مايكل جاكسون، كان عنده فيري سيفير فيتيلايجو، فبدل ما يعالجوه يعطوه ميثوكسلين ليرجع له الصبغه، كانوا يعملوا العكس، راحوا حولوه كله للونه ابيض. بس هذا الشيء صراحه خطير للبيشنت، انه ممكن يكون كثير كثير معرض لاصابه بالسرطان لانه ما عنده اصلا ميلانين، تمام؟ فكانوا دائما، عشان هيك كان دائما لابس نظارات سودا ويغطي على حاله وغيره، تمام؟ حسيتها شغله حلو اني احكي لكم اياها. كيف بعمل التريتمنت؟ طبعا كيف ممكن استخدم؟ ممكن اعطيه اورالي عادي، اعطيه توبيكالي او اعطيه اورالي. بالعاده بعطيه كريم اذا كان الديزيز هذا على منطقه صغيره من الجسم، وبعطيه اورالي اذا كان وايد سبريد ديزيز. السايد افكتس تبعته هي سكن ايجينج، بوسيبل كارسينوجينيسيتي، فالتنين ذي ار كارسينوجينز، تمام؟ واصلا هاي صارت المسرطن لانه عم بتعرض المريض لليو في اي، واليو في اي اللي هو موجود باشعه الشمس هو اصلا مسرطن، تمام؟ فهذا الحكي بيعمل كارسينوجينيسيس، تمام؟ فالتنين مسرطنين، سواء الهيدروكوينون اللي بيعالج الهايبوبيجمنتيشن ولا الميثوكسالين اللي بيعالج الهايبربيجمنتيشن. اخر شيء رح نحكي عنه اليوم هو الصلع او الالوبيسيا. الالوبيسيا بستخدم له ادويه بسميها ترايكوجينيك ايجنتس، يعني ادويه محفزه لنمو الشعر. وكيف بدي اياكم تحفظوها؟ تذكروا هاي الرسمه اللي بتقول من فين استريض واشم اكسجين. تذكروا فين استريض؟ على الدواء اللي اسمه الفينستريد، واشم اكسجين على الدواء اللي اسمه مينوكسيدل. تذكروا انه في زلمه اصلا عم بحكي هاي الجمله، فاول ما تشوفوا الوبيسيا بالامتحان تذكروا الصلع دغري، خليها تذكركم بهاي الادويه. بالنسبه لاشم اكسجين او للمينوكسيدل فبنعطى توبيكالي، اما الفينستريد بنعطى اورالي. المينوكسيدل ما حد بيعرف ليه كيف بيشتغل، بس بشوفوا انه بيقصر الفيس تبع الهير سايكل، فبخلي الشعر يطول اكثر ويوقع عقل، تمام؟ اما بالنسبه للفين استريض فهذا بيشتغل على على الداي هيدروستنديون. ليه بيشتغل على الاندروجينز؟ لانه يا جماعه الاندروجينز خصوصا تاعت الميلز بتخليهم يفقدوا الشعر، الذكور بشكل عام كتير بيفقدوا شعر بسبب الاندروجينز اللي عندهم. فاذا كان حدا عنده ميل باترن الوبيسيا او اندروجينيك الوبيسيا بزبط عليه الفين استريض. مشكلته انه عم بيقلل الهرمونات الذكوريه، فبيقلل الليبيدو للبيشنت، واكيد اكيد اكيد مش كويس للبريجننسي. ليه؟ لانه اذا وحده كانت حامل بولد فهي بحاجة لهرمونات ذكورية جواتها عشان الولد هذا يكتمل نمو السيكشوال سيستم تبعه. فإذا ما كان عند، فإذا كانت عم تأخذ إشي بيمنعه رح يأثر على البيبي تبعها، تمام؟ فعشان هيك هو كونتر إنديكيتد بالبريجنسي. فتذكروا فين أستريد وأخذ أكسجين اللي هم فينستريد ومينوكسيدل. هيك بنكون خلصنا هاي المحاضرة، بعرف إنها طويلة بدها شوية إعادة، وإن شاء الله بتكون سهلة عليكم. بالتوفيق، وأي حد عنده سؤال إحنا جاهزين.